الله وبركاته شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية، وكما عودناكم نلتقيكم وبصورة مباشرة على الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة. وأنا الآن أقف قرب مقر هيئة الحشد الشعبي، وهذا من المواكب المتميزة، لأن هؤلاء الأبطال الذين قدموا دمائهم رخيصة في سبيل تحرير العراق اليوم يقفون لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ومعي الكثير من الزائرين العرب، من الزائرين الأجانب، من الزائرين من مختلف الجنسيات الذين يقفون على هذا الطريق لأجل إدامة هذه المسيرة المليونية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. أنا أشاهد وفدا من نيجيريا. أيوة. جاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. نعم هكذا، جئنا زيارة للإمام حسين وحبا وشوقا إليه وتعزية إلى رسول الله وسيد زهرة وأمير المؤمنين وسائر الأئمة عليهم السلام جميعا. هذه أول سنة تأتون للعراق؟ لا لا، أنا هذه هي التسعة مرة أنا. ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. أيوة. والإخوان؟ الإخوان بعضهم جدد في المجيء هنا، لكن بعض كانوا جاءوا من قبل. كيف شاهدتم العراق في نظرة رأي محب الحسين؟ هذه هي حقيقة الحب، نرى أخوة الإسلامية، كل الحسين يجمعنا مهما كنا من لون الألوان ولا قبائل ولا بلدان، حب الحسين يجمعنا، هذا هو الإسلام الأصيل. أيوة. أحسنتم. أحد الأخوان يقول من سيترجم؟ قلت إن حب الحسين هو المترجم. حب الحسين هو مترجم، هو اللغة التي يفهمها كل الإنسان، كل الإنسان ليس للمسلم، بل هي حسين الإمام حسين للإنسانية، ليس للمسلمين فقط. إذن هو لغة الإمام حسين يفهمها كله. أيوة. أحسنتم. أشاهدوا جئتم مع زوجاتكم وأبنائكم. أيوة. لماذا؟ حبا للحسين عليه السلام. ليت كنا قريبا عن العراق لو كنت لشاهدتم الوفود كثيرا، لكن الان من الاتصال يصعب، ان ما جئنا الا قليل. ايوه. ما هي الرساله التي ستنقلونها الى اخواننا في نيجيريا؟ ان الاسلام الاصيل يتجسد في مسيره الامام حسين عليه السلام، ولا بد من عوده الى تاريخ ونظره الجديده في تاريخ الإمام حسين حتى نطبقها على أنفسنا ونغير أنفسنا ونصلح أنفسنا لمواجهة الظلم والظلام والكفر والكفار والطواغيت العالمية. شكرا. أسأل الباري عز وجل أن يمن عليكم بحسن العاقبة مع الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. شكرا. وفقنا الله وإياكم. شكرا جزيلا. تفهم السلامة. شكرا جزيلا. مشاهدين كرام، صور متجددة ننقلها لكم من طريق يا حسين، هذا الطريق الواصل بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وهذه الصور الميدانية التي تتجلى بهذه المسيرة الحسينية، مختلف الجنسيات، العربي، الإيراني، الأفريقي، الأسود، الأبيض، كلهم جاءوا على هذا الطريق، طريق الوحدة الحسينية، طريق المحبة، طريق الإباء، طريق الصمود، طريق الإخاء، طريق لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى، وهذه هي محبة محمد رسول الله وآله الأطهار، وكلنا نقف على هذا الطريق، طريق الوحدة الإسلامية، طريق الوحدة المحمدية، وإن شاء الله تعودنا ننقل لكم هذه المشاعر الجياشة في نفوس الزائرين، ولا يعني أريد أن أطيل، ولكن أنقل لكم بأن شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية متصلة على طول الطرقات في منافذ شلامشة، وكذلك في منفذ زرباطية، وأيضا في طريق يا حسين، وفي هذا المكان في كربلاء المقدسة، في مدينة الحلة، الفيحاء، مدينة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وهذه الصور المتجددة، الصور الإيمانية. وأيضا ننتظر بعد قليل عندما ننقل هذه الصور الإيمانية بالقرب من موطن الأبطال والبطولة، موطن الكبرياء، هؤلاء الذين قدموا نفوسهم رخيصة فداء لعراق الحسين، عراق علي، عراق الأنبياء والأوصياء، هؤلاء الذين أقفوا على أعتاب أبوابهم، وأنا
أقول لهم سلام عليكم أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار. يا شهداء الحشد الشعبي، يا شهداء التضحيات، يا شهداء الإباء، يا من سرتم على طريق الحسين، يا من عبدتم هذا الطريق كما عبد بدمه الزاكي، قدمتم الحياة رخيصة وسلام عليكم. قواك الله، قواك عليك الله يحفظك، طال عمرك الله يحفظك. أنا من أهواز، الله يحفظك، الله يسلمك، هلا بالحبايب، الله يخليك هنا لهنا، الله يحفظك. أنتم طيبين وزينين ونشمين العراقيين، والله العظيم ما حد مسوي السوايا، انتم سويتوها بكل العالم، ها مو فرد بكاء، بكل العالم ما حد سواها غير العراق. هل ني نمشي لا نتعب لا نعيز لا شيء، كله موفر وماده وسالمين. الحقيقه الموجودين على هذا الطريق، نعم، والمتحدث، نعم، من بينهم، ايه، واخواني الموجودين، نعم، في الاستوديوهات، نعم، كلنا خدم لتراب زائري ابي الضيم الامام الحسين. الحمد لله، انتم زينين هتقولون هيك، اذا ما زينين وطيبين وتحبون الحسين ما تقولون هيك. الحب مشترك بين، نعم، بين الزائر على هذا الطريق والخادم. نعم، انتم خدام الحسين، ونعم، وخوش تخدمون، وخدمتكم وايد حلوه وطيبه. الرسالة اللي توصلها لإخواننا في الأهواز قد ما توصل، شو توصلهم رسالة؟ والله إيش قد ما أريد نقول، إيش قد ما أريد نحكي ونقول غليل، أي إيش قد ما أريد نحكي ونقول، يعني العراقيين هيك مسوين، وبركات الإمام الحسين حلوة، واللي يروح مرة بعد ما يفك، يعني إحنا هاي كم سنة قاعدين نحسب الأيام. نحن إيش قاعد نسوي؟ نطي أرواحنا لكم، تروا ليش؟ حتى يبقى عراق الحسين عراق صاحب الزمان. عافية عراق الحسين، والله صحيح عراق الحسين، شيء طيبين وحلوين، أنتم تقولون عراق الحسين، والنعم بكم، وصحيح، أي والله والنعم بكم. لا تنسانا بالدعاء والزيارة، موافق إن شاء الله، أنت والزميل موافق، الله يحفظك، موافقين إن شاء الله. مشاهدين كرام، لازمنا وياكم نواصل هذا الطريق، طريق الثورة، طريق الإباء، طريق الحسين، طريق الصمود. وش قد حلوة هاي الحكايات، يا من يقول طريق الحسين طريق الثورة، هكذا نحن على هذا الطريق، يعبد هذا الطريق بالدماء بالعرق بالجهود، وكل من موقعه يقدم هذه الخدمات لزائر الإمام الحسين عليه السلام. طاه الوقت يمك، وما أعرف عن إيش قد الوقت، ما أريد أخذ من زملائي الموجودين على الطرقات الموجودة إلى طريق كربلاء. ظفر موجود، كاظم موجود، محمد موجود، سلام عليكم، قواك الله عمي، شلون صحتك؟ شلون أحوالك؟ هنا أنا على الكاميرا، على الكاميرا أشوفك تعبان بالبصرة. معقولة يقول يروح للحسين يتعب؟ لا ماكو تعب إن شاء الله، كل تعب ماكو والله، كله جيناها من جينا من البصرة اللي جاي، كله مواكب جاي من هناك لهنا مشي؟ والله شو تسوي بعد؟ بدو أروح لك، الله يخليك، بدو أروح لك، الله يخليك، مشي من هناك لهنا شو تسوي بعد؟ هاي لازم. أكو رواية، أكو رواية موجودة بأنه أحد أئمتنا إجا واحد من خراسان مشي، وتدري هذا رجليه مبطبطه وكذا، قال له هاي شنو اللي دفعك لهذا؟ قال له محبتكم يا آل محمد، قال له أنت معنا إن شاء الله، إن شاء الله أنت وياهم إن شاء الله، طال عمرك الله يخليك، الله يحفظكم إن شاء الله ويخليكم، الله يسلمك، الله يعزك، ألف شكر. اسمي زامر، اسمي زامر خرير من الحيانية، أشكرك يا هلا ومرحبا، الله يخليك، الله يحفظك، إحنا شري من عندك، طال عمرك، قلت إنسانة بالدعاء ان شاء الله، قلدناك الدعاء والزياره ان شاء الله، موفق ان شاء الله، توصل بالسلامه حجي، توصل بالسلامه يا مان الله. مشاهدين كرام، مستمرين بنقل هذه التغطيه، وطه يقول لي 3 دقائق، ومع ذلك ان شاء الله احنا نوصل صوره حقيقيه لهذه المسيره الجباره، المسيره التي هي عباره عن بحر متلاطم الامواج، بدايته من البحر إلى النحر، وهكذا هم أبطال الحسين وعشاق الحسين، وهكذا هم السائرين على طريق الحسين، وطريق الحسين طريق التضحية والفداء. من ننسى أيضا جهود الأبطال المساندين الأخوان في الطبابة وفي المستشفى الميداني، اللي ينقلون الحالات الطارئة مثل ما شاهدون الآن هذا الإسعاف في أحد الأخوان أو أحد الأخوات، ينقلوها، يعطوها إسعافات في هذه المفرزة الطبية المتكاملة، وهي عبارة عن دائرة صحة كركوك، قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة، هذه أيضا تجهز العمليات وتجهز الخدمات في هذا المكان، وهي مستشفى ميداني متكامل. وطه يقول نروح إلى أحد الأخوان في شبكة مراسلي
قناة الأيام الفضائية، وإلنا رجع وياكم، وإن شاء الله الآن نرجع إلى الشبكة المراسلين. نواصل لكم بتغطيتنا لزيارة أربعينية سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين، وتحية للزميل فلاح القرعاوي من النجف الأشرف، وتحية لجميع كوادر قناة الأيام. حجين الله يسعدك. أهلا بيك. سلمك. من المدينة. المدينة شو وقت طلعت؟ طلعت حوالي بالستة هي الصبح. هي. هاي الزيارة الأولى لو كل سنة تجي؟ سنوية. سنوية. سنوية السنة أنا مريض بس ما قدرت أروحها. مريض مسوى عملية. أيوة مريض، يعني مسوى عملية اثنين عيوني عدسات ومريض، بس ما قدرت أسافر. جيت يبا عبد الله يستاهل. الله. والنعمة من عنده. الله. والنعمة من عده. جاي وحدك؟ اي وحدي، يعني وحدي. عينك وحدي. الله. اي وحدي، والنعمة من عند ابو عبد الله، والنعمة من عده، الامان والستر والعافية. هيك حب ابو عبد الله والدك؟ نعم نعم، ماكو بعد عندنا غيرهم، بس هم بس فقط. اشرب لك مي حج، اشرب لك مي. فقط بس هم. اشرب لك مي. بس هم. والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. والنعمة من عنده. والنعمة من عنده ابو عبد الله. والنعمة منك. والنعمة منك. وسلموا روحهم لوالديك. مالله والديك. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي يعني اليوم جاي يشاهد العديد من الزائرين. طريق السلامة ان شاء الله. زائر، زائر شلونك؟ شلون اخبارك؟ تعال. على السلامة. خير الحمد لله. وقت تجي؟ البارحة. طالع من بغداد؟ من بغداد. شلون الزيارة؟ تعال. زين الحمد لله. طريق حار كذا؟ لا زين. يعني عادل جاهزين؟ جاهزين. شو وقت ان شاء الله عازمين توصل؟ باكر لو عقبه. باكر لو عقبه. يلا طريق السلامة. الله بعد روحي الغالي، بعد قلبي طالع طالع. الحمد لله طالع من جسر ديالة من الزعفراني، صار لي تقريبا ثلاثة ايام امشي. ثلاثة ايام تمشي وياي ام تمشي لعد قلبي موتتني. والامام علي ما تمشي كل ساعة وبيتها تبول. قلت لها شنو بيها سكر؟ الله يسعدك. وعلي كل ساعة وبول. طريق السلامة. طريق السلامة. نعم مشاهدينا الكرام، اذا بالتالي مثل ما جاي تشاهدون ايضا انه اليوم الرابع على التوالي انه طريق شارع اسكندريه، شارع يا حسين بمحافظه الحله، يعجب الزائرين، ويعني ما شاء الله على الزائرين اليوم باعداد متزايده اكثر من الايام الماضيه، باعتبار انه بغداد خرجوا لزياره لانه ايام عطله، وبالتالي ذاهبين لاحياء مراسيم سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين. شلونك؟ هلا الحمد لله. جواك الله يا سبع. الله يقويك. شو وقت طالع؟ باحه طلعت. باحه طلعت؟ مين طلعت؟ من جسر الدورة. جيت هنا مشي. ايه. ماكو لا سيارة ولا. لا صعب. من جاي؟ انا وزقان. سوي البطل؟ ايه. يلا ان شاء الله طريق السلامة. جايرة. اريد شمي. تعالي لي قوات الله. قوات الله. والله يمي. تعال ما يمي تعال. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تعال هنا. قادم انت؟ ايه. وين بيا موقف؟ موقف. اي تعال يمي. نخبز. شو تسوون والله بالخير؟ نخبز. تطبخون؟ اي نخبز. شو تسوون تخبز؟ ها؟ انت تخبز لو تطبخ؟ لا احنا نساعد نعم. زوار هواي؟ اي زوار خير منا وخير منا. متعلمين دائما على الزياره؟ كل سنه احنا تعلمين. كل سنه. يلا يحفظكم الحسين. اذا بالتالي هاي الاجيال اللي وعت واللي تربت على هذه الخدمه، بالتالي يعني انه حبا واجدالا لسيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين. زار الله يسعدك. الله يسلمك يا عيون. الله يرضيك. الله ان شاء الله. الرايه والجو والتعب والسكر وكلهن. اي لابو عبد الله للسيده زينب. والله والله العظيم للسيده زينب. اي للزينب سيده زينب. شو مسوين احنا مثل سيده زينب؟ لا بالله. شالت لها 70 راس، احنا شو ما شايلين راس؟ لا شايلين اخو لا شايلين ابو. الله حكايتك قويه. اي والله احنا نمشي ناكل ونشرب شربت ونطلب طبيعي. هي ايش طلبت خطايا سيده زينب؟ اللهم يعجل بظهور الإمام ويخلص هاي الأمة من هاي الغمة. آمين يا رب. أيوه آمين رب العالمين. دموع غالية زينب. الله يسلمك يا باش طايح. يعني السيدة زينب ما بيش نجازيها. لا شنجا احنا نشرب أقول لك ناكل نضحك. هي شايلة الروس الأخوة أولاد الأخوة أولادها. احنا شايلين شايلة أخوي هالسنة؟ لا. شايلة أبوي؟ لا. الحمد لله شايلة الراية عود هاي. ما أدري يسجل لا. حبيب من الظاهر لا أمة محمد الهاي هذا الجيل المظلوم يا خالة. والله هاي الشباب شنو ذنبهم؟ الدعاء الدعاء ضروري ومهم يعني خصوصا من هيك زايرة يعني. اي نمشي وندعي والله نقول
ايش هذا الجيل وهذا جاي شايف ده شوفه يعني شعب تعبان والله يعني مظلوم ويصيح هيهات من الذلة وأزيد من هاي الذلة هو مذلول. بس سؤال زايرة هاي السنة الأولى لك؟ لا من سقط النظام مرة سنتين يلا رحت عطيت الطماطات و... يعني سقط النظام أيوة. ولحد السنة هاي لحد السنة اي اي وياها ما ادري بكت يسجلنا وحدة اثنين قديم قديم ان شاء الله لأمة محمد ولكم يا خالة وللقناة ان شاء الله ولكل من محب للزهرة والله اجنبي عربي السلامة ان شاء الله مو تنسينا بالدعاء اذا بالتالي مشاهدينا الكرام يعني يلا طريق السلامة بالسلامة هاي النساء الزينبيات انه بهذا النهج وهذا المبدا انه رغم درجات الحرارة رغم التعب رغم الارهاق اللي يكون بطريق السفر والعناء لاحياء ذكرى سيدي ومولاي ابو عبد الله الحسين لكن مصر انه تقول احنا ما شايلين شيء السيدة زينب شالت الروس احنا ما شايلين بس الراية فالله يحفظ ان شاء الله كل الزائرين لحق محمد وآل محمد ويوصون غانمين وسالمين لكربلاء المقدسة متواصلين وياكم وهذه عودة لنا شكرا للزميل علاوي أحمد من مدينة الحلة ووافيكم الآن من الطريق الرابط بين ناحية زرباطية ومركز مدينة الكوت هذا الطريق يمر بناحية زرباطية وأيضا يمر بقضاء بدرة وأيضا يمر بناحية جصان بعد ذلك في مدينة الكوت هناك عدد كبير من الزائرين الإيرانيين ما زالوا يتوافدون إلى المحافظة عبر منفذ زرباطية الحدودي إلى حد هذه اللحظة ووفق الإحصائيات الرسمية من قبل إدارة منفذ زرباطية الحدودي تم تسجيل قرابة 1,500,000 زائر إيراني دخلوا البلاد عبر منفذ زرباطية الحدودي خلال الأسبوعين الماضيين خلال 24 ساعة الماضية تم دخول أكثر من 170,000 زائر إيراني أيضا على صعيد المغادرة تم مغادرة إلى حد هذه اللحظة أكثر من 350,000 زائر إيراني غادروا البلاد عبر منفذ زرباطية الحدودي منفذ زرباطية الحدودي يستقبل فقط الزائرين الإيرانيين أما الزائرين الأجانب تم تحويلهم إلى منافذ أخرى وهي منفذ الشيب والشلامجة المحافظة خلال هذين اليومين تشهد زخم كبير بعدد الزائرين يعني الآن هو وقت الذروة اليوم ويوم غد وبعد غد هو يعني وقت الذروة بالنسبة لمحافظة واسط وذروة دخول الزائرين الإيرانيين عبر منفذ زرباطية هذا الطريق هو بطول من مدينة الكوت إلى منفذ زرباطية الحدودي بطول 90 كيلومتر يمر هذا الطريق بناحية جصان وأيضا يعني قضاء بدرة وبعد ذلك ناحية زرباطية وصولا إلى المنفذ الحدودي هذا الطريق في الأعوام الماضية كان عبارة عن سايد واحد هذا العام ولله الحمد أصبح سايديا أيضا يعني هذا الأمر قلل من وقوع الحوادث المرورية أيضا هنالك طريق تم إغلاقه وهو الطريق من ناحية جصان باتجاه محافظة بغداد عبر قضاء الدبوني تم غلق هذا الطريق باعتباره سايد واحد لتلافي وقوع الحوادث المرورية فيما يخص يعني مسير الزائرين ما زال مستمر في المحافظة أيضا عملية دخولهم مستمرة يستقبل المنفذ إلى حد هذه اللحظة يعني أعداد كبيرة فيما يخص المواكب الحسينية أيضا تعمل على مدى 24 ساعة ينضم إلي يعني الآن أحد يعني الخدام في المواكب الحسينية ليحدثنا أكثر حول يعني عمل هذه المواكب الحسينية التي هي تعمل لخدمة الزائرين خاصة الوافدين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر منفذ زرباطية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله وعظم الله أجوركم وقواكم الله باللهجة العراقية شلون يعني مستمر هاي المواكب بتقديم الخدمة على مدى 24 ساعة يعني لو بقينا هنا لأوقات متأخرة من الليل حتى بعد الساعة 12 ليلا سنشاهد دخول أعداد كبيرة من الزائرين نعم تعرف في كل عام المواكب الموجودة في محافظة واسط يعني تبدأ من الحدود الإيرانية ومن منفذ زرباطية حتى نهاية حدود محافظة واسط وهذه تقدم الخدمة الحسينية لكل زائري أبو عبد الله الحسين من مأكل ومشرب وكذلك الماء تعرف أنت في هذا الجو الحار يحتاج كثير من الماء فنقدم الخدمة لهؤلاء الزائرين كل أنواع الأكل الموجود بحيث الزائر يحتار في كل مرة أن يأكل أي شيء موجود ماذا بشأن يعني أنواع الأطعمة اللي تقدموها أنواع الطعام اللي تقدم بهذا الموكب بالتحديد وأيضا باقي المواكب أوقات الطعام كم وجبة يعني في اليوم أم هو مستمر يعني طبعا هو على مدى 24 ساعة المواكب تقدم الخدمة في الوجبات الفطور بالإضافة إلى الغداء والعشاء وحتى منتصف الليل يعني
تبقى مستمرة على هذا المنوال. شكرا جزيلا. نعم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، ما زلنا وإياكم مستمرين بهذه التغطية المباشرة، وأيضا للحديث أكثر عن الخدمات التي يقدمها أصحاب المواكب الحسينية في مدينة الكوت ينضم إلي أحد أصحاب المواكب. السلام عليكم. السلام أستاذ، حياكم الله وعظم الله أجوركم. عظم الله أجوركم جميعا. تحدثنا عن أنواع الطعام اللي تقدم داخل هذه المواكب، وأيضا حتى في طريق العودة، يعني هنالك بعض السيارات لو نلاحظ في السايد الآخر هنالك عودة من كربلاء المقدسة إلى المنفذ الحدودي، أيضا تقدمون لهم الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعزي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد مولاة فاطمة الزهراء والأمة الأطهار، ونعزي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشرف باستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بثناء الحسين. أبرز يعني الخدمات المقدمة للزائرين في هذه المواكب من طعام، من شراب، من أماكن استراحة. مضيف نعم. أبناء فاطمة الزهراء عليه السلام يقوم الموكب بخدمة زائري إمام الحسين على طريق كوت بدرة طريق الحولي. هذا الموكب يعمل على مدار 24 ساعة في خدمة الزوار الزائرين اللي متوجهين من الكربلاء والنجف والقادمين من الزيارة إلى منفذ مهران. نعم، فيما يخص يعني خلال الأعوام الماضية كانت مدينة الكوت تستقبل الزائرين في منطقة الخاشية بالتحديد، لكن بعد فتح الطريق الحولي أصبح تحويل مسير الباصات يعني قبل دخول مدينة الكوت إلى الحولي يعني بعد السيطرة، حتى يعني يخف الزحم المروري داخل وأيضا الزحامات المرورية تخف. اليوم يعني المواكب الحسينية نقلت إلى هذا المكان. نعم، جميع المواكب التي كانت تخدم على طريق كوت طريق المنفذ الكوت تم نقل جميع المواكب إلى طريق الحولي، طريق بدر كوت على الطريق الحولي، وذلك لخدمة زائري إمام الحسين عليه السلام. أنواع الأكلات اللي تقدموها، أكلاتنا العراقية وأيضا يعني حتى الشاي العراقي وأيضا الشاي الإيراني، تلبية لرغبة ضيوفنا اللي هم الزوار الإيرانيين. نعم، كل الزائرين اللي يمرون علينا هنا على الطريق كل أنواع المأكولات، كل أنواع الغذاء توفر لهم، كل احتياجاتهم كل أنواعها. اليوم أنتم كخدام في الموكب شلون حافظتوا على ديمومة عمل الموكب على مدى 24 ساعة؟ يعني أكيد أكو شفتات مقسمين. نعم، شفت الصباحي و... نعم، عندنا 3 وجبات، وجبة الفترة الصباحية من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا، الثانية فجرا حتى الساعة 10 صباحا، والوجبة الثانية تبدأ الوجبة الصباحية تقدم وجبة الفطور، الوجبة المسائية تقدم من الساعة 10 وجبة الغداء والشاي والقهوة. العمل مستمر على قدم وساق حتى الساعة 5 مساء، ونحن الآن نقوم بخدمة الزائرين وجبة الثالثة من 5 مساء وحتى الساعة 2 صباحا اليوم، يعني على مدار 20 ساعة. اليوم مثل ما لاحظ المواكب زاخرة بالخيرات وكلها يعني من بركات أبي عبد الله الحسين. نعم. اليوم هاي المبالغ شلون انجمعت؟ احنا نلاحظ مو فقط أبو الموكب، يعني نلاحظ أن السيارات تجي تطبق وأيضا يقدمون الطعام من داخل الموكب، يعني اللي ما عندهم موكب. نعم. يعني يجيبون الخبز العصائر يقدموها ويا الموكب. الموكب يستقبل كل الناس، كل المتبرعين عن طريق جمع الأموال، عن طريق الغذاء والماء والأكل والعصائر والفواكه، كل أنواع المأكولات نقدمها للزائرين الكرام. شكرا جزيلا الحاج. شكرا جزيلا. شكرا لله. نعم أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، ما زلنا وإياكم مستمرين بهذه التغطية ولقاءاتنا مع أصحاب المواكب الحسينية وخدمة أبي عبد الله الحسين، خاصة في هذا الطريق الذي يربط بين المنفذ الحدودي ومدينة الكوت. يعني يوميا يتم دخول أكثر من 250 ألف زائر إيراني عبر هذا الطريق، وأيضا مغادرة قرابة 50 ألف، يعني 300 ألف زائر يمرون عبر هذا الطريق. أكثر من 1 مليون إنسان يوميا يقدم لهم
الطعام، أكثر من ربع مليون عفوا إنسان يقدم لهم الطعام هنا في محافظة واسط في مدينة الكوت قرب الطريق الحولي، وينضم إلي أحد أصحاب المواكب الحسينية. السلام عليكم. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي أنفسنا وأمة الإسلامية بمصاب أبا عبد الله الحسين. نشكر قناتكم بحضور هذه المشاهد الجميلة. اليوم شلون تقدمون السيارات اللي ما عندهم وقت حتى يعني يتوقفون بالموكب على مثل ما نسميها على الماشي؟ نعم. تقدمون الطعام للسيارات عشاء العام. الحمد لله والشكر، جهود الشباب موجوده 24 ساعه، موكب نظيف ابناء فاطمه الزهراء موجودين 24 ساعه على مدار الساعه في خدمه زوار الامام الحسين، واحنا مستعدون وخير من الله، خير من الله يا الزوار والخدام والمواكب. الحمد لله والشكر لله النعمه. انواع الاكلات اللي تقدموها، اكلاتنا العراقيه الشعبيه اليوم شلون استساغوها يعني ضيوفنا الايرانيين؟ هل يعني لقوا انه هذا الطعام يتوالم وياهم مثل والله مجلد؟ العظيم ياكلون مو طعام واحد ولا طعامين، يعني مشكل. خير من الله، خير من الله عندنا، خير من الله. انواع الاكلات اللي تقدموها والله دورمه، تم البرياني، تم نوروب، فلافل، بوتيته، باذنجان، كبه، كباب عروق، كباب شوي، خير من الله. عصائر، فواكه، تمر، خير من الله. اليوم ارتفاع درجات الحراره وايضا يعني احنا نمر باجواء الصيف الحاره، شلون تعاملتوا ويا بروده المي؟ يعني اكو ثلج متوفر، برادات عندكم خاصه؟ والله الحمد لله والشكر، خدمه الناس وجاي توفر لنا والحمد لله والشكر، ما يهمنا لا حار لا بريد، ومستعدين 24 ساعه على مدار كل الدقائق. موفقين ان شاء الله. بارك الله بكم، عظم الله اجركم. نعم اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه، ما زلنا واياكم وهذه التغطيه المباشره من داخل يعني مدينه الكوت قرب الطريق الحولي، هذا الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينه الكوت بالمنفذ الحدودي، منفذ زرباط الحدودي، حيث اكثر من ربع مليون زائر بين يعني الداخلين والمغادرين للبلاد يمرون عبر هذا الطريق، مرورا بناحيه زرباطيه وقضاء بدره وايضا ناحيه جصان ثم مدينه الكوت. هنالك يعني حركه مغادره ايضا مبكره للزائرين عبر هذا الطريق، يعني عمليه دخول الزائرين تسير بانسيابيه عاليه، وايضا يعني المحافظه خلال هذين اليومين يعني اليوم وغدا وبعد غد ستشهد يعني زخم كبير، يعني هو وقت الذروه لدخول هذه الاعداد المليونيه من الزائرين الملبين ليعني زياره اربعينيه ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام. ما زلنا واياكم وهذه التغطيه المباشره من طريق يعني كوت زرباطيه، وايضا نشاهد هذه المواكب الحسينيه التي تقدم الطعام على مدى 24 ساعه. اترككم الان اعزائي المشاهدين وشبكه مراسلينا في جميع المحافظات العراقيه لتغطيه هذا الحدث، هذه الزياره المليونيه. زميلي محمد من محافظه واسط على ما قدمته من ايجاز لهذه المسيرة الحسينية، وكما ذكرنا شبكة مراسلي قناة الأيام متوزعة على كل الطرقات، منافذ زرباطية، شلامشة، كربلاء، وفي هذا الطريق طريق يا حسين عند الزميل ظفر وفي مدينة الحلة، وهذه الأجواء الإيمانية العامرة بحب الحسيني عليه السلام. نوهنا قبل قليل من خلال لقاءاتنا وجودنا في هذا المكان اللي هو بجوار موكب فرقة الإمام علي القتالية، هذه الفرقة البطلة التي قدمت التضحيات ولا زالت تقدم، واكبت الأبطال الكبار سماحة الشهيد الشيخ كريم الخاقاني، وكذلك كنا نتمنى أن يكون معنا قائد الفرقة الشيخ طاهر الخاقاني، ولكن لالتزاماته في قيادة العمليات يعني اعتذر، ومعي نائب عنه في هذا اللقاء الأخ عبد الله أجبوري. السلام عليكم. سلام. وهو ايضا قائد الحركات والمتحدث باسم الفرقه، ونقول لكم عظم الله اجوركم وهنيائكم على هذه الخدمه اللي تقدموها، ابطال في سوح الوغى وفي خدمه الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نشكر جهودكم على هذه التغطيه المستمره لحركه الزائرين. بالنسبه للانتشار الامني لليوم العاشر تواليا، لا زال قطاعات فرقه الامام علي القتاليه اللواتان في الحج الشعبي مستمره بتنفيذ الخطه الامنيه الخاصه بتوفير الامن والحمايه للزائرين والمعزين بمناسبه استشهاد ذكرى اربعينيه الامام الحسين في محافظه النجف الاشرف. لله الحمد الموقف جيد، هنالك تعاون وتنسيق مع كافه الاجهزه الامنيه المنتشره في عموم القواطع، وهناك ايضا جهد خدمي يضاف للجهد الامني الخاص بمسك طرق ومسالك الزائرين، يتمثل في نصب المواكب على عموم طرق الزائرين وتوفير الطعام والشراب والمبيت. ولله الحمد الموقف جيد جدا، وهنالك امان في عموم القواطع بسبب التكاتف والجهود
المتكامل لجميع القطاعات الامنيه في على طرق الزائرين. نسال الله تعالى ان يرجع الزائرين لاهلهم وذويهم غانمين سالمين. عودتنا فرقه الامام علي القتاليه اللي هي احدى تشكيلات هيئه الحشد الشعبي على ما يقدموه من تضحيات جسام، لا سيما ما نريد ننسى تضحياتهم هؤلاء الابطال الصف والنخبه ابطال العراق في سلوح الجهاد، هم بسببهم بقت هذه الزياره مستمره، وبسبب تلك الدماء الغاليه بقت بركات الامام الحسين وبقت قبه الامام الحسين وحمونا الاعراض وحمونا المقدسات، واليوم ايضا يقدمون خدمات لزائر الامام الحسين. صحيح، هذا شيء واضح من خلال المشاعر اللي نلمسها من عموم الزائرين العراقيين والعرب والاجانب. هنالك اشاده للحشد الشعبي والقوات الامنيه من خلال مثل ما قلت لك المشاعر اللي وكلمات الايجابيه تجاه ابناء الحشد الشعبي تجاه ما قدموه من تضحيات ايام معارك التحرير، ايام دحر الغزو الداعشي الارهابي. واليوم الحشد الشعبي مستمر بالعطاء من خلال تقديم الحمايه للزائرين وايضا تقديم كافه الجهود الخدميه والامنيه للزائرين. والله يعني حقيقه شاهدت خلفي الان اللي هو امام الكاميرا معرض خاص لموكب فرقه الامام علي القتاليه. ماذا قدمتم بهذا المعرض والهدف من هذا المعرض؟ بالنسبه للمعرض السنوي، هذا معرض يقام سنويا على طريق الزائرين عمود 318، يتم عرض فيه تضحيات ابناء الحشد الشعبي من خلال الشاشات، وايضا يتم فيه عرض ويتم فيه عرض مجموعه من الاسلحه والغنائم التي استولينا عليها من تنظيم داعش الارهابي. وهناك اقبال كبير من قبل الزائرين للاطلاع على تضحيات ابناء الحشد الشعبي ومشاهده هذه الصور البطوليه التي تتجسد من خلال النقل التلفزيوني وايضا الصور الخاصه بالشهداء وقراءه سوره الفاتحه. وسنويا هنالك اقبال وتجمع كبير مثل ما تشاهد الان امام معرض فرقه الامام علي القتاليه عمود 318. الهدف الحقيقي من بثنا المباشر هذا اليوم، يعني التقيت بميثم العراقي واكدت له بانه يجب ان نقف امام هذه الفرقه. الهدف اليوم من هذا النقل هو حتى يبقون الاجيال يتذكرون والماوعى يوعى ابطالنا ابنائنا اللي هم تربيه المنابر الحسينيه، قدموا كل شيء حتى يبقى العراق ثابت ويبقى العراق منتصر. فعلا البطولات والفتوى الجهاد الكفايه صراحه اكتملت بالاقبال الشباب والشيبه من ابناء العراق ابناء المقدسات من خلال استمرار نهج الامام الحسين، من خلال تاديه شعار الامام الحسين، منها الزياره الاربعينيه والتي تعطي الدروس وتعطي العبر لجميع المسلمين في عموم بقاع المعموره. كل التوفيق ان شاء الله لك ولجميع الاخوان. سلامنا ومحبتنا لابطالنا اللي نقول هم توج روسنا، هذول هم اللي فعلا يقول مشوا على طريق الحسين. شكرا جزيلا، كل التوفيق. مشاهدينا الكرام لازلنا وياكم، طاهر قد عندي بقى وقت 5 دقائق، لازلنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام بتغطيتنا. وطاهر اذا تقدر تحصل واحد من الاخوان في المفرزه الطبيه حتى يعطينا صوره عن ما يقدموه ابطال الجهد الصحي مثل ما قدمنا ابطال الجهد الامني ونقدم ابطال الجهد الخدمي. نتمنى ايضا تصير عندنا صوره لابطال الجهد الصحي وما يقدموه من تضحيات على هذا الطريق، طريق المحبه، طريق الموده، طريق الوحده، طريق السؤدد، طريق الحسين الذي خط باغلى ما يمكن بالدماء. هذه الطريقه الوحيده التي نضمن بها صون معتقداتنا، عقيدتنا الحره الابيه هي عقيدة وحدة وعقيدة إيمان وعقيدة اتباع لنهج الرسالة المحمدية الوضاء الحسين عليه السلام. سيد الشباب أهل الجنة عبد هذا الطريق بدمه الطاهر ودماء الشهداء من آله الأطهار وصحبه الكرام حتى يبقى الإسلام منارا وحتى نبقى نسلك طريق حجة آل محمد. اللهم في كل نفس وكل طرفة عين وفي كل استكانة وكل نبض قلب اللهم عجل الفرج لسيد ولاي صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. مستمرين وياكم ونذكر شبكة مراسلين
قناة الأيام الفضائية منتشرة هنا وهناك على هذه الطرقات في كل مكان فيه نفس يقول يا حسين. تجد الأيام توازي وتساير وتناغم هذا النفس المحمدي الأصيل. هناك أبطال مجهولون يقفون خلف الكاميرات، أبطال مجهولون يقفون خلف الشاشات، أبطال مجهولون هم في التقنية والهندسية والمصورين والمخرجين والإدارة، كلهم شعلة نشاط وكلهم فداء لهذه المسيرة المحمدية الأصيلة التي كانت وستبقى منارا يستضيء ويستنير بها الأحرار. هذا هو طريق الحرية، هذا هو طريق الأصالة، هذا هو طريق الكبرياء، هذا هو طريق الشموخ. هذه الرايات الخفاقة لا زالت ترفرف بحبك يا عباس، عباس الشموخ وعباس الإباء وعباس الأصالة. لازلنا نقف على هذا الطريق شامخين لإرادة حرة صلبة. ومع الآن أحد الإخوان، سلام عليكم، جواكم الله والله يساعدكم، أخوان أصحاب المستشفى الميداني من كركوك مو؟ نعم نعم، نشرف بكم. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أنا صيدلاني علي حسن ساقي ومدير قسم العمليات في دار صحة كركوك. هذه السنة الثانية لنا في فتح مستشفى ميداني على في طريق يا حسين الرابط بين النجف والأشرف والبلد المقدسة، حيث باشر فرقنا من دار صحة كركوك بتاريخ 25/8 والتحقت إلى المفرز في عمود 320، حيث لدينا أطباء اختصاص وأطباء مقيمين أقدمين، أطباء مقيمين مع صيادلة وكوادر تمريضية أخرى والسواق إسعاف، ولدينا عيادة أسنان متنقلة وعيادة مختبر متنقل، حيث نقدم الخدمة للزوار الكرام على مدار 24 ساعة. اللي يدفعكم شنو؟ أنتم كستاكم كم يوم هنا؟ احنا من يوم الجمعة الفات 25/8 فاتحين المفارز مستمرين لحد يوم 40 مستمرين. هذا حبنا لأهل البيت لإمام الحسين، ذكرى استشهاد الإمام الحسين. لولا استشهاد الإمام الحسين لما بقت الدين الإسلامي، لما لاحظنا قدوم ملايين الزوار لإحياء ذكرى 40 الإمام الحسين. الإمام حسين فدى بنفسه وعائلته في سبيل المحافظة على دين جدة اللي هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. فإحنا ندعو جميع المسلمين في العالم باقتداء بهؤلاء الزوار وقدوم إلى العراق لزيارة أبي الأحرار إمام حسين والسير على خطى إمام الحسين. المفرزة الطبية شفتها مجهزة الحمد لله بكوادر سيارات إسعاف لنقل المصابين. حدثني اخو، ماكو حالات خطره ان شاء الله؟ حالات خطره اكو، حالات بسيطه اكو. حالات الخطره احنا نسوي الاسعافات اوليه ونحيلها مستشفى الامل اللي قريب علينا في عمود 200 التابع لدار صحه نجف الاشرف. الشيء اخر اللي دعمنا هي توجيهات معالي وزير الصحه ومدير عام دار صحه كركوك بدعم دار صحه نجف في هذه الظروف، كون لان ملايين الزوار ياتون من العالم الى نجف ومن ثم الى كربلاء المقدسه. جزيتم خيرا، واسال الله عز وجل ان يكون هذا العمل يعني ثقل في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون مو الا من اتى الله بقلب سليم. ان شاء الله اصحاب القلب السليم والسريره موفقين. سلامي جميع الاخوان، شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الكرام، بعد ان قدمنا صوره وافيه للخدمات لما يقدم على هذا الطريق، ظفر ينتظرني هناك، فهذه عودة وانتقالة إلى الزميل الحبيب ظفر ضمن شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية. رحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شيعته وزوار الحسين ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على خدام الحسين في هذا اليوم من أصحاب المواكب، القنوات الإعلامية، كادر قناة الأيام الفضائية، المصورين، المخرجين، المنتجين، كلكم إن شاء الله خادم، أنا كلكم إن شاء الله في خدمة ضيوف الإمام الحسين عليه السلام، أنا بخدمتك. الآن نلتقي مع الأخوة اللي موجودين ويانا من مفرز الشلامشة الحدودي،
ويانا احد افراد الهلال الاحمر الايراني اللي يشتغل بهذا المنفذ لخدمه الزوار وخدمه المرضى بصوره عامه، يقدم لهم خدمات مستمره منذ اكثر من 20 عام في هذا المكان. عظم الله لك الاجر. تكلم لي انت من يا محافظه؟ عبد المجيد الاسدي في محافظه اميديه. اميديه اميديه ايراني اميديه. ها اميديه. اي اميديه. سولف لي عن كم سنه صار لك هنا تقدم خدمات طبيه؟ 20 سنه 20 سنه 20 سنه اروح بهذه الحدود واجيب هذه وخدمات للحسين مستمره. نعم. مستمره للحسينيه. نعم. شو اللي خلاك تجي كل عام وتخدم؟ وحقيقه جاذبة الحسين سلام الله، سلام الله جاذبة عليك. الحسين خلت لي أنا أجي، ومعجزات الحسين أنا خلتني اللي أجي بهذا الطريق. ما شاء الله. شو شاهدت من معجزات يعني؟ والله حقيقة طلبت من عنده ابني ف هسه يمه راح يم الإمام الحسين. يم الحسين كان مريض وفترة علاجه طولت. لكن ما نجح بي. الحسين ايش قد ما مشتاق بهيك اشخاص و كان يجي وياك الزياره؟ يجي هم يعاوني وياي. زين. وهالسنه العام وياي كان هالسنه لا يم الحسين. سلام الله عليك. هسه يم الحسين ادري بي يم الحسين. عظم الله لك الاجر ان شاء الله ومصابك. نتمنى ان شاء الله تستمر بهاي الخدمه. ان شاء الله 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 وان شاء الله ابنك في جنان الخلد ومع الحسين عليه السلام. عظم الله لك الاجر، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. ايضا ويانا الاخوه الاعزاء من الحشد الشعبي اللي يقدمون خدمه منقطعه النظير في قضيه الخدمات الالكترونيه، الانترنت مجاني. نعم. تكلم لي شنو تقدمون من خدمات انترنتيه للزوار؟ عينك على الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابي الفضل العباس سلام الله عليه قطيع الكفين. الحمد لله بفضل الله وفضل اهل البيت وبركات اهل البيت سلام الله عليهم، نصبنا شبكة انترنت مجانية لخدمة زوار أبي عبد الله، إضافة إلى كاميرات تأمين زوار أبي عبد الله من منفذ الشلامجة إلى شمال البصرة. إضافة إلى هذا وفرنا شبكة لاسلكية وشبكة اتصال مجانية للزوار ابي عبد الله الحسين سلام الله عليه. مقدار هاي الشبكه يعني قد تستوعب؟ هاي الشبكه تستوعب زوار ابي عبد الله كلهم ان شاء الله. ما شاء الله. 40 يعني اكثر من 1000 مشترك بالشبكه. اكثر ان شاء الله ان شاء الله. موفرينها لخدمه زوار ابي عبد الله. يروحون ويجون. اي نعم. شنو الخدمات الاخرى تقدمونها؟ كاميرات تامين شبكات لحمايه الزوار ابي عبد الله الحسين. كاميرات من منفذ الشلامجه يعني الى المنفذ مرصود بالكاميرات. نعم مرصود بالكاميرات الى شمال البصره. اضافه الى شبكه لاسلكيه تأمين الزوار إلى هذه خدمات يقدمها الحشد الشعبي بالبصرة. إيه مديرية اتصالات الحشد الشعبي في البصرة. ما شاء الله. قد تقريب عدد كوادركم هنا؟ يعني كوادرنا الحمد لله احنا مستنفرين كل كوادر. مستنفرين كل كوادرنا على مدار أو على طريق أبي الأحرار من أقصى الجنوب إلى مدينة كعبة الأحرار. إلى كربلاء. إلى كربلاء. ما شاء الله يعني خدمات متصلة. خدمات متصلة إنترنت واتصال مجاني للزوار. ما شاء الله. أنت شفت هواتف أنا؟ نعم نعم هاي لتوفير اتصال ممكن مجاني. ممكن يتصل بالأرقام عراقية إيرانية لو شو. هو هسه هذا حاليا هسه موفرين للزوار الأجانب حاليا. ها ما شاء الله. إي للزوار الأجانب اللي يجون خارج العراق. الايرانيين او من غير الايرانيين اللي يجون يدخلون عن طرف ايران باعتبار يفقدون الاتصال يعني. نعم نعم على حساب انه بعد ماكو شبكه اتصال داخليه للاتصال. زين ممكن تتكلمي عن يعني الخدمات الاخرى اللي تقدمونها غير الانترنت والاتصالات؟ يعني شلون ممكن تفيدون بقيه القطاعات السانده؟ نعم وياكم. نعم او نعم الشعب السانده مثلا ويا الاسعاف ويا الصحه. نعم اكو عندكم اتصالات اخرى توفرونها؟ نعم شبكه لاسلكيه هي شبكه اتصال. نعم تامين. نعم شبكه اتصال تامين للزوار اللي هي توفر شبكه اتصال لاسلكيه للقطاعات المنتشره لحمايه زوار ابي عبد الله الحسين. نعم هاي الشبكه خاصه للقوات الامنيه اللي هي عن طرفها انه كلها مجانيه. هذه مجانيه للزوار ابي عبد الله. قد تستمرون؟ نستمر منا ان شاء الله الى استشهاد رسول الاكرم ان شاء الله. الى شهاده الرسول الاكرم. نعم صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. تعرفنا على حضرتك. علي جابر من اهالي البصره. لا من مديريه اتصالات الحشد الشعبي. شكرا جزيلا لك. شرف لي. طبعا احنا وياكم مستمرين اعزائي المشاهدين وهذا البث الحيوي وهذا البث المباشر من منفذ الشلامجة الحدودي. هناك تفاصيل أخرى عن معمل الثلج
اللي يتابع إلى فرقة العباس القتالية وتفاصيل هذا المعمل اللي يوفر الثلج المجاني للمواكب الحسينية اللي هي بأشد وأمس الحاجة إلى تبريد الماء، تبريد العصائر للزوار الذين يتقاطرون بالآلاف. طبعا الملاحظ هذا اليوم كثرة الناس اللي جاي ترجع من زيارة المراقد المقدسة وزيارة أمير المؤمنين في النجف الأشرف وزيارة أبا عبد الله الحسين في كربلاء وزيارة الكاظمين. أيضا هناك رجوع كبير جدا للزوار باتجاه منفذ الشلامشاء الحدودي، مع ذلك هناك تحاشد وتوافد الآلاف القادمين إلى هذه الزيارة والمشاركة في أربعينية الإمام الحسين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وهذا هو طريق الحسين، ولبيك يا حسين. من شارع يا حسين من محافظة الحلة وبالتحديد قرب تيل 1070 من موكب بقية الله، هذا الموكب اللي راح نشوف من خلال الموجودين هنا. حيدر قبل الله. قبل الله منا ومنكم، الله يحفظك ويخليك ويوفقكم. طبعا اكو موضوع خلنا نصفك بيه. شنو؟ انت ويانا خادم طبعا كل سنه. وبنفس الوقت جاي تنقل صوره الزارين وشارك بهاي المسيرة، هي مسيرة الأربعينية، فإحنا يعني نصفك بهذا الموضوع. أنا واجبي وأتشرف أنه أكون وياكم ونخدم هاي الزوار، يعني بعيدا عن أنه عملك. أنه أنت تكون خادم وبنفس الوقت أنه أنت تنقل صورة الأربعينية اللي هي حدث مهم. الناس كلها تنظر لهذا الموضوع، أنه المظلومية الإمام الحسين وأهل بيته، تمام؟ فإحنا من هذا الباب نريد نصفك طبعاً. نشكرك وخلي ببالك أنه إحنا نتشرف، يعني إذا هيش وإذا عمل هنا وإذا عمل للزوار هو واجب بالنتيجة للإمام الحسين. هو واجب بس أنه أنت تكون تعمل عمل، يعني أنه أنت بالموكب تخدم الزوار، وأنه أنت بعملك أنه هم تنقل الصورة وتنقل هذه المسيرة اللي هي مسيرة الأحرار إلى سيد الأحرار، ونسأل الله أن يوفقكم ويوفق جميع، وشكرا جزيلا. والله يتقبل مرتضى، يمكن أيام قليلة بقت وتنتهي الخدمة، وهذا الشارع يعني راح نشتاق للموكب، راح نشتاق للخدمة، خصوصا أنه الموكب يعني خيمتنا بهاي الأيام. هاي الأجواء راح تجينا والله تشبه أجواء يعني مميتة بالنسبة لنا إحنا كخدم، لأن لحظة بيوم تنتهي هاي المسيرة إحنا أكيد إحنا نتأذي. أول شيء إحنا شو نقول؟ نقول نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وسماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر الله يحفظه، وهذه المصيبة، مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. وطبعا نشكرك إحنا على التغطية مالتك على قناتكم الموقرة مستمرة على مدار الساعة. الله شاهد. واجب هذا الله يتقبل ان شاء الله. منكم الله يحفظك. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا اليوم يعني بغض النظر انه عملي كاعلامي او انسان عادي، يعني احد خدمه ابي عبد الله الحسين، واتشرف انه اكون احد خدام زوار الامام الحسين. زاير شلونك؟ والله حلو. شلون اخبارك؟ منين جيتك هالوقت؟ نديال المقداديه. شلون طلعت؟ طلعت قبل 3 ايام. ما شاء الله اليوم الشارع الزوار. ما شاء الله. زاير يكثرون يوم عن يوم اكيد طبعا. ماكو تعب؟ الحمد لله ماكو اي تعب، ويا الزوار نمشي. الأجواء حارة. أجواء جميلة جدا الحمد لله. وقت إن شاء الله عازمين يدخلون كربلاء؟ إن شاء الله بعد يوم ونص يومين. يعني هيش بحسبيها. عندكم جدول يعني لو أكو موكب راح تنامون فيه؟ لا لا ما عندنا شيء، يعني نمشي على راحتنا. زين هاي الأيام يعني حارة، الظهر المبيت السبالت مثلا، وين تقعدون ترتاحون؟ المكيفات متوفرة بالمواكب؟ نعم المكيفات متوفرة بالمواكب وما مقصرين بأي شيء، كل ما تمشي يعني تلقى موكب زين يعني. تقدر ترتاح فيه يعني، بس بالنسبه للضوريه مثلا مرات تصير حاره، فلازم الزوار ترتاح بموكب يعني يظلون. شلون يعني انتم بالعاده تمشون ورا العصر؟ نعم يعني ورا الظهر العفو، العصر المشي بالليل يكون افضل يعني. شكرا. نعم الجو بارد بالليل. الله يتقبل ان شاء الله. سجاد عظم الله اجرك. اجرنا واجرك. شلونك؟ بدايه نعزي صاحب العصر والزمان بذكرى اربعينيه الامام الحسين سلام الله عليه. طبعا احنا الحمد لله وشكر الله موفقنا بهذا المكان
تقريبا صار 11 سنة نخدم بهذا المكان. عادي انت مرافقنا بهاي الفترة، خلينا نسولف. اي نعم. انت طبعا من المؤسسين وانا بالموكب، تقريبا 2012 بدينا بداية بسيطة والحمد لله والشكر. بدينا بخيمة ثلاثة اقواس اذا تتذكر، بعدين الله وفقنا الحمد لله والشكر لحد ما صار مجمع كامل اللي هو مجمع طبي واماكن يعني تقديم الخدمات بفضل الله وبفضل الامام الحسين. طبعا الامام الحسين تجارة عظيمة، اسال الله ان فعلا تجارة عظيمة. أيوة. يعني احنا الكل اللي موجودين هنا بالموكب يعني سنة عن سنة الحمد لله والشكر. اي أيوة والله توفيق للكل، اغلب اللي يجون يخدمون ويانا يعني وسبحان الله كان عددنا قليل 5 إلى 6 اشخاص، هسه احنا اكثر من 25 شخص، واي شخص بدا ويانا يعني بداية بسيطة بدا يزيد بالدعم وبدا الله يوفقه ويحس بهذا الشيء، وانت واحد من الناس بفضل الله وفضل الامام الحسين. اسال الله ان يوفق الجميع لاداء مراسيم زياره الامام الحسين ويوفقنا كل سنه وكل عام لخدمه الزائرين. الله يبارك فيك ويوفقك سجاد. نعم مشاهدينا الكرام، اذا بالتالي هي تجاره مربحه ايضا مع الامام الحسين، انه كل المواكب اللي هنا كانت، انا سابقا اتذكر انه هذا الجانب كان خالي من المواكب فقط بهذا الجانب، لكن ما شاء الله اليوم يعني ولا شبر فارغ، كل المواكب بدها تستثمر المساحات في سبيل انه توفر ما يمكن توفيره للزار بخصوص المبيت وبخصوص دار الاستراحه وايضا الموكب وما شابه ذلك. احنا متواصلين وياكم لكن هذه عوده للزار. الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. ما زلنا وإياكم وشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية وهذه التغطية المباشرة لمسير الزائرين صوب قبلة الأحرار كربلاء المقدسة. أوافيكم الآن من الطريق الحولي أو الطريق الرابط بين مدينة الكوت ومنفذ زرباط الحدودي. هذا الطريق يمر بناحية زرباطية وأيضا يمر بقضاء بدرة وبناحية جصان وصولا إلى مدينة الكوت. وقبل مدينة الكوت تتجه يعني الباصات عبر الطريق الحولي إلى السيطرة الخارجية للكود لتخفيف الزخم المروري داخل المدينة، وجميع الباصات التي تقل الزائرين الإيرانيين يتم تحويلها عبر هذا الطريق. هنالك العديد من المواكب الحسينية، المئات بل العشرات والآلاف من يعني المواكب الحسينية تقدم الطعام والشراب وأماكن الاستراحة للزائرين أيضا على مدى 24 ساعة. فيما يخص الزائرين الإيرانيين، إلى حد هذه اللحظة تم تسجيل دخول أكثر من 1,400,000 زائر إيراني دخلوا البلاد عبر منفذ زرباط الحدودي منذ أسبوعين ولغاية الآن. فيما يخص يعني خلال 24 ساعة الماضية تم دخول أكثر من 170,000 زائر. أيضا على صعيد المغادرة تم مغادرة إلى حد هذه اللحظة أكثر من 300,000 زائر وفق يعني مديرية إدارة هيئة منفذ زرباطية الحدودي. فيما يخص المواكب الحسينية أيضا تعمل على مدى 24 ساعة وتقدم الطعام والشراب للزائرين. فيما يخص الزائرين يعني يوميا يدخل قرابة 200,000 ويغادر 50,000، يعني أكثر من 250,000 إنسان يمرون عبر هذا الطريق يوميا، والمواكب مستمرة وتقدم الطعام على مدى 24 ساعة. والحديث أكثر يعني حول الخدمات المقدمة من قبل أصحاب المواكب ينضم إلي أحد خدمة المواكب الحسينية. السلام عليكم أستاذ. السلام عليكم حبيبي. عظم الله أجورنا وأجوركم. عظم الله لكم الأجر والثواب إن شاء الله. تحدثنا حول الموكب مالتكم أو هذه المواكب المنتشرة يعني من مدخل مدينة الكوت وصولا إلى سيطرة بدرة. هذه المواكب لا زالت مستمرة إلى الآن إلى ما بعد الزيارة، إلى رجوع الزوار إلى مناطقهم خصوصا الزوار الجمهورية الإسلامية. يعني اليوم المواكب تعمل على الزوار القادمين باتجاه كربلاء وأيضا المغادرين. نعم المغادرين والجايين من المنفذ. شنو أبرز الأطعمة أو الخدمات اللي تقدموها للزائر؟ يعني أطعمة مختلفة، يعني جميع الأطعمة الحمد لله. الأكلات الشعبية العراقية بالضبط اليوم. يعني جاي يشوفون هم الجمهورية الإسلامية جاي يشوفون الطعام مالتنا ويشوفون أكلنا وضيافتنا الحلوة ويشوفون النفسية اللي موجودة خلال هذا الأكل يعني، ونسأل الله الإدامة لهذا الشيء. اليوم هذه المواكب يعني مستحيل أبو موكب يعني ممكن إنه يصرف 40-50 مليون، لكن الضافرة الجهود أكثر من يعني أكثر من 10 ربما 15 شخص وعلى مدار السنة هم يجمعون هذه الأموال. نعم. من أجل خدمة أبا عبد الله الحسين. اليوم الموكب مثل ما لاحظنا ما شاء الله يعمل على مدى 24 ساعة. نعم. شلون الآلية اللي تقومون بتقديم الطعام بها، أوقات العمل مالتكم شلون؟ ان هذه الطاف الهي اعتبرها والله الطاف من الحسين سلام الله عليه. فيوم احنا اليوم عندنا يعني اكو متبرعين واكو جميع الناس جاي تتبرع وتطل هذا المواكب، فنسال الله التوفيق لهم ان شاء الله. اليوم هذا الموكب او كل المواكب شلون قسمتوا عملكم؟ شفتات الصباح واحد اليوم حتى بعد الساعه 12 المواكب تعمل. ناس ما شاء الله من الصبح لليل، اكو ناس تبات للصبح ما شاء الله، يعني اكو يعني مستمرين على مدار 24 ساعه.
بما يخص يعني المي البارد والثلج، تعرف اليوم الاجواء يعني درجات الحراره مرتفعه بالعراق، اليوم شلون تعاملتوا ويا ارتفاع درجات الحراره؟ يوم المبردات، اماكن القاعات الاستراحه للزائرين، هل هي مكيفه مبرده؟ نعم، التبريد مستمر ومكيفه، والمي بارد، ويعني كل شيء مستمر عندهم الحمد لله والشكر. موفقين ان شاء الله، عظم الله اجوركم. نعم اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه، ما زلنا واياكم والتغطية المباشرة من شبكة مراسلينا لجميع المحافظات العراقية، والحديث أكثر أيضا عن الخدمات التي يقدمها الزائرين ينضم إلي أحد أصحاب المواكب الحسينية. السلام عليكم حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احكي لنا اليوم عن هذا الموكب أو المواكب اللي مدينة الكوت، اليوم جايين نلاحظ العوائل الواسطية، يعني على الشارع العامي يجون بسياراتهم يقدمون الطعام أيضا والشراب للزائرين، اليوم هذه الموكب يستقبل يعني مو فقط أصحاب الموكب، حتى الناس العابرين السبيل المقدمين للطعام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بالنسبة للمواكب اللي موجودة من محافظة واسط من الحدود إلى نفس واسط، المواكب كلها جاهزة والحمد لله. وش قد ما يجي عدد، مو مياية 100,000 و200,000، احنا نعرف المواقف جاي يجون 200 و300,000، خلي يجون ملايين كلهم متفرع. اضافة الى المواكب اصحاب العوائل من البيت بالسيارات جاي يطبخون وكذا. الوضع الامني جيد، بالنسبة للوضع الامني المرور القوات الامنية منتشرة بصورة صحيحة، الحشد الشعبي ايضا ماخذ دوره بصورة صحيحة، يعني مأمن المنطقة الحشد الشعبي والامن، امن الحشد ايضا ماخذ دوره بكل صحيح، يعني جيد. السنوات الماضيه كانت يعني الباصات وايضا السيارات اللي تقل الزائرين تدخل الى مدينه الكوت منطقه الخاشيه. نعم. وهنالك كانت هنالك مواكب حسينيه، لكن نعم، هذا العام تم تحوير المسير الى خارج مدينه الكوت عبر الطريق الحولي، يعني حتى لا يحصل زخم مرور داخل المدينه. اليوم المواكب نقلت الى هذا المكان. نعم، المواكب كلها نقلت بقت منطقة الخاشية ومناطق ذيش كلها فارغة. المواقف هسه الآن من السيطرة الشويتية يسموها على طريق بدر الجصان إلى الحولي سيطرة بغداد باتجاه البتار، المواقف كلها تحولت، إضافة إلى الأهالي لعدة أكل يقدمه للموكب، والحمد لله ماشي، وخلي يجون بعد ملايين، احنا خدام بعد شهر شهرين احنا مستمرين موفقين ان شاء الله. احكي لنا عن الاكلات اللي ابرز الانواع الاكلات اللي نقدمها للزائرين، وهل الزائر الضيف الايراني يستسيغ هذا الاكلات؟ تعرف احنا موجود هذا مشهور عندنا التمن والقيمه، اضافه الى التمن والفاصوليه وتمن وبانيه وعليها لحم، قسم جاي يسوون سمك، قسم كباب بالدجاج، قسم كباب اللحم، الهمبرجر، الفلافل، العصائر بانواعها، ماكو شيء ماكو، الحلويات كلها متوفره بصوره صحيحه وكلها موجوده والحمد لله والشكر. خليه الازمه او ممثليه الشعار والمواكب الحسينيه محافظه واسط، اليوم انتم كخدمه وكاصحاب هذه المواكب. الايام الفضائيه، واكيد تحيه حاره لكل مشاهدي القناه، وعظم الله لكم الاجر بذكرى اربعينيه الامام الحسين، مستمرين بالتغطيه على مدار هذه الايام من طريق لبيك يا حسين، الرابط بين محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بالتحديد. نحن حاليا في عمود 285 حيث المواكب الكثيرة. أحبة المشاهدين، مثل ما قلنا لكم أنه من أمس وأول أمس بدأت الذروة الحقيقية، واليوم أيضا مستمرة هذه الذروة بأعداد كبيرة جدا، خاصة للزائرين القادمين من خارج العراق، بالأخص الجمهورية الإسلامية في إيران والدول الأخرى المشاركة في أربعينية الإمام الحسين. بعض الأخبار اللي تقول أكثر من يعني عشرات الرحلات اللي وصلت إلى مطار النجف الدولي اللي كانت مخصصة لنقل الزائرين من المحافظات من الدول الأخرى، وأيضا الآن بدأ الطلاع الوصول للمواكب الحسينية بالمحافظات الجنوبية بعد انتهاء تقريبا الزيارة، خاصة المشاية مثلا في محافظة البصرة أو الديوانية أو السماوة أو ذيقار. طبعا أحبة المشاهدة، مثل ما عودناكم نتكلم عن بعض أخبار الزيارة الأربعينية. طبعا أحد أيقونات الزيارة الأربعينية لهذه السنة هي المرأة العراقية من محافظة البصرة، أم مظفر، اللي كانت لابسة زي زينبي حقيقي، وكانت هناك إشادة وتفاؤل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا صارت مثل إيجابي حقيقة للنساء الزائرات والنساء العراقيات. طبعا يوم أعلنت العتبة الحسينية عن ضمان صحي بكافة مؤسساتها للحاجة أم مظفر صاحبة الزي، اللي حقيقة سوى صدى كبير جدا معانا مثل ما قلنا أغلب الزائرين بهذا الطريق.
الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم. السلام عليكم. من وين إيران؟ من مشهد. قم. تبريز. تبريز. تبريز أذربيجان. خدمات إيران شو؟ خدمات زيارة شو؟ خيل خدمات خيل خوبة. خدمات خوب ميدان. بزارة خوب ميرسان. ما هذا سلف العراق ما سلف إيران. نعم. نعم. خيل خوبة. خيل. مواكب زين. خيلي. خيلي خوب. خيلي خوب. عالي. عالي. 20. أوكي 20. عالية. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو اسمك؟ ناصر نور محمدي. تبریز. خدمات آدم شرمنده میشه. اونقدر که زیاده آدم شرمنده. امام حسین، خانم زهرا، خانم فاطمه، حضرت علی، همشون میشه شرمنده. از برکات امام الحسین. از برکات واقعا امام حسین که تمام شدنی نیست. تمام شدنی نیست. واو چوک میخواد. ان شاء الله. شكرا لك. طبعا احبة المشاهدين يشكر الشعب العراقي ويقول احنا خجلانين من هذا الكرم، ولكن هذه كلها بركات الامام الحسين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. ايراني. ايراني. طهران. 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 بله بله. زياره ملت العراق. بسیار بسیار خوب. ما شرمنده ملت عراقیم. همه به خاطر ابا عبدالله الحسین خدمت میکنن به زوار و ما قلبا تشکر میکنیم. ملت عراق و ایران برادر. از هم ناگسستنی ان اینا. ما تشکر میکنیم از همه ملت عراق. ملت عراق ایران برادر اخوی اخوه روی چشم ما جا دارن. ملت عراق. ملت عراق برادر. آها علی راسی. ملت عراق علی راسی. علی راسی. ملت ایران علی راسی. عراق. اهلا وسهلا. قمت تعرف شويه كلمات فارسي ها؟ هذه السنه السابقه وهاي السنه شويه قمت اتعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايران. ايراني. طهران مش تبريز. 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 خدمات مواكب. خدمات يك عالي. العراق خيلي خوب كشان. فارسي. تكلم فارسي. فارسي. اي فارسي. خوب استن واسه ما ميرسن واسه ما غذا ميدن. کفشام رو تمیز میکنن، جوراب رو میشورن، شلوار ما پیراهن ما شستن، واسه ما خیلی خدمت کردن. ما مدیون عراقی هستیم. والسلام. والسلام علیکم. به عشق امام حسین. الله خلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. من از نقطه صفر مرزی افغانستان اومدم. افغانستان کابل. نه نه سیستان بلوچستان. نقطه صفر مرزی بین ایران و افغانستان 2000 خورده کیلومتر راه اومدم. انشالله که همه به یارزویشون برسن. غیاب ما. اهلا وسهلا. مرحبا. الله يخليك. الزهر الاول طبعا يقول اشكر الشعب العراقي على الخدمه الكبيره، بس وصلوا مرحله يعني الاحذيه وهاي تنظف من قبل اليوم الخدم من المواكب اللي موجوده. الزهر الثاني ايضا يقول انه موضوع انه هو من افغانستان يشكر الجميع، بس هذا من افغانستان قريب على الحدود الايرانيه الافغانيه. طبعا احبه المشاهدين ارجع واقول يعني احد الاخبار اللي ايضا سمعناها اليوم من استخدام انظمه جديده استخدمتها اليوم العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه في الطريق المؤدي الى كربلاء المقدسه وخاصه من مناطق الضواحي، هي استخدام مدافع الضباب اللي حقيقه قللت درجه الحراره تقريبا 9 درجات، وهذا الشيء ايجابي جدا. كيفك حاج؟ تفضل. تعبان تعبان. سلام عليك. شلونك؟ السلام عليكم. خوبين سلامتي. طهران مشهد. مع اصفهان. اصفهان. بله. نورث ايران. روستاي اصفهان. هاي سري اومدم كربلا. اتكلم فارسي. رايك بالزياره الخدمات؟ هاي سري كربلا اومدم تشكر ميكنم از بس عراقيا. نعم. خيلي مردمون خوب. نور چش. خيلي خوبن. مردمون عراق خيلي خوب. خیلی 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 خوب. ملت عراقی خیر خوب. بله بله تشکر میکنیم ازشون. العفو. ممنونیم. هذه بركات الامام الحسين. بله بله چتی امام حسین است که نره بهشون میده. خدمتكم. من الناصري. من القرار. بس المواقف خلصت من الناصري. خلصت. قرب الزوار. اها سالك ايش قد جاي هنا؟ صار لي 7 ايام. وين تخدم؟ ها؟ انت زائر لو خادم؟ انا هسه خادم هنا. انا حسين. وين موقفكم؟ عمود 292. شو تقدمون بالخدمات؟ والله تمن ولحم ومي وهاي الامور. يا مواليد انا 2004. 2004. ليش ما ارتحت بالبيت؟ ليش ما ارتحت؟ لا لازم نخدم الزوار هنا. ليش تحب الحسين؟ شو تطلب من الامام الحسين؟ انه يوفق الجميع ويحفظ الزوار. لا اريد انت امنيتك الشخصيه شو تطلب منه؟ والله اني يحفظنا وهاي ما ادري. اها يحفظ لك الاهل. يا حسين انت بالدراسه لو عايف؟ لا والله عايف. ليش عايف؟ من ظروف.
اطلب من الامام الحسين يعدل هاي الظروف وترجع للدار. رحم الله عليك. ربي يخليك. رحم الله. والله يوفق الجويه. اي والله. الله يخليك حبيبي في دول عمرك. حلو. تفضل تفضل. شلونك هسه عاد شوياك؟ شلونك؟ اخبارك؟ خير الحمد لله من بغداد. من بغداد وين بغداد؟ تعال انت بولايتي شوي لازم اللقاء وياك. من المدينه. من المدينه وين من المدينه؟ بالقياره 61. يعني قطاع 61. اي. ليش اجيتوا من هذا الطريق؟ والله الطريق متعلمين نمشي به من زمان يعني صار لنا متعلمين نمشي به من زمان صار لنا سبع سنين. ليش ما جيتوا من بغداد على الطريق؟ مو هذا طريقنا من زمان من احنا انتم اصدقاء بي وهاي؟ لا لا ما عندنا مواكبكم بس من احنا صغار نمشي بهذا الطريق فتعودنا كبرنا شلون هالخدمه مال الزائرين المواطن؟ والله الخدمه كلش حلوه يعني اشتشتي هي موجود. ليش اسمك انت؟ حسون. حسون دخلت الى ضريح الامام الحسين واخي ابو فضل العباس تطلب منه؟ والله اطلب اول شيء النجاح من السادس يا رب ان شاء الله. الله يوديك والستر والعافيه للعراقيين ان شاء الله. اه يا بس يعني امنيتك الشخصيه تنجح من السادس؟ نعم. مفكر ياكل والله بعد ما ببالك يا رب ان شاء الله ربي يوفقك وبجاه هذه الزياره وباي بركات الامام الحسين تنجح وباحسن معدل. الله يوديك حبيبي. تعال مو بس صديقك حبيبي الله يخليك. شلونك شلونك انت دوختني انت شلونك صحتك؟ زين الحمد لله. من وين انت؟ انا من النجف. من النجف من النجف. ايه حافظ شيء قصيده؟ زين انت شو تسوي بهذا الطريق؟ هنا اخدم الحسين هنا وين موكبكم؟ هناك انا من شو اسمه؟ موكب فاطمه الزهراء. شفته خوش موكب شو تقدمون به؟ كل شيء تقدم به عصير الاخوان. انت ايش تشتغل؟ انا موكب اوزع شاي ومي. ومي صح. ومي خو ما تتعب؟ لا لا. ليش ما تروح لبيتكم تنام احسن؟ لا احسن من خدمة الحسين احسن من النوم. يا برتاس جاي لهذا الطريق. احسن من الحسين. ايش قد تحب الحسين؟ هواي. هواي؟ ايه. زين اذا قالوا ماكو بعد زيارة شو تسوي؟ اضوج. تبكي وتضوج؟ اي والله. ايش قد تبكي؟ هواي. يصيح لنا لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. انت شلونك تعال. احمد. اسمك؟ احمد. احمد احمد صديقه انت نفس الموكب تخدم؟ ما تتعبون؟ لا لا ما نتعب. انت تفرح من تخدم الزوار مال ابو عبد الله؟ ايش قد تفرح؟ هواي. شو تقدم لهم؟ ماي وعصير واشكال. انا راح ارجع لك. انت شو اسمك؟ خام الله انقال ببالا. ايران؟ ايران. انا احكي يلا احكي احكي. خام الله انقال ببالا. تريد تروح الكربلاء؟ تحب كربلاء؟ قول لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. عافية ممتاز ربي يخليك. تعال انت ما سويت هسه سويها شلونك؟ زين. تعال وخلي العالم تشوفك اهلك تهم بالموكب؟ ايه. شو تخدم؟ انت مبين سبع اسبع اسبع من ذول الاثنين. زوار. توزع اكل وهاي الامور. ايه. وما تتعب. ما تتعب. ابد. ايه. ابد ما تتعب. هو ما يضوجوك. لا لا أقال. لا. إيه عافية. إيش تتمنى من الإمام الحسين؟ إيش تطلب منه؟ نجاح. النجاح. يا صبر. خمس. خمس. يا ربي يوفقك إن شاء الله. شو اسمك؟ علاو. حبيب علاو. ممنون. ممنون علاو. شلونك تعال؟ يا الله. أخبارك؟ صحتك شلونك؟ والله الحمد لله شلونك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. أنت صديق الحسوني؟ صديق الحسوني. من ناصري. من إيه؟ وين من ناصري بالضبط؟ من بغداد احنا. اه من بغداد. انا غلطت حسون ما غلط. ابو عبد الله رجليك يعني مو مال. ابو عبد الله يستاهل اقول لك. يستاهل واحد يتعب له ويتعنى له. مستعد تضحي للامام الحسين بروحك؟ مستعد ان شاء الله. كنا مستعدين ان شاء الله. اها. زين فرضا فرضا خلينا نسوي انا وياك فد فكره. احنا بالطريق ودروح للطريق البيت. ضميرك. والله ما انت الله استمر. 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 بس ماكو خطر على حياتك. ان شاء الله ماكو خطر ما دام ابو عبد الله والله ويانا الله ويانا ابو عبد الله ماكو خطر ان شاء الله. الله يحفظك الله يسلمك. ممنون. شلونك؟ تفضل. ايرانيين؟ ايران ولا عراقي؟ جاباني. وين؟ جاباني. انت مو مال جابان، ايران، وين ايران؟ طهران؟ سلام من به تمام ايرانیای عزیز که در پیاده روی کربلا شرکت کردند. با شما دارن محاسبه میکنن و آقای فیلمبردار گرامی و شما آقای خبرنگار خبرنگار گرامی و تمام زائرین محترم امام حسین در پیاده روی
امام حسین شرکت کردند و خورده تازه از خواب بیدار شدم. داداش من یا نعم ما اعرف فارسی 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 طهران مش شیراز شیراز فارس زیار خدمات زیاد نه نه ظاهر 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 ملت عراق خدمات لا ظاهر خدمات عالی عالی خوب 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 الحمدلله الحمدلله خلي تفضل اهلا وسهلا حفظكم الله ان شاء الله حفظك ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله فارسي عربي فارسي تو طهران مشهد طهران رايك بالخدمات خدمات المواقف سياره طعام سكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن هذا الطريق اشتدت سواعد وأقدام زائري أبي عبد الله الحسين ذهابا وإيابا. الآلاف ترد من منفذ الشلامشة إلى كربلاء، والآلاف ترجع من ضريح الإمام الحسين عليه السلام بعد أن أدوا زيارة الأربعين رجوعا إلى بلادهم محملين بالثواب والأجر أجر الزيارة. كثيرة هي الحوادث وكثيرة هي المواكب التي تخدم زوار أبا عبد الله الحسين. اليوم من الأحداث المهمة هو وصول معمل متكامل لصناعة قوالب الثلج التابعة للحشد الشعبي التي توزع هذه المادة المهمة والرئيسية في هذا الجو الحار مجانا على المواكب. تفاصيل أكثر مع الحاج من هيئة المواكب الحسينية في الحشد الشعبي فرقة العباس القتالي. أهلا ومرحبا بكم حياكم الله وسهلا. كلمني عن هذا المعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من قبل قائد فرقة العباس القتالية الشيخ ميثم الزيدي رعاه الله، قامت فرقة العباس القتالية بنصب معمل الثلج داخل منفذ الشلامشة والمصنع من قبل جمهورية إيران الإسلامية، وفي نصب هذا المعمل يكون قد حققنا حقيقة كثير من المساعدة إلى المواكب الموجودة داخل المنفذ لمساعدتهم في توفير قوالب الثلج لكون استيعاب هذا المعمل بالحقيقة كل 12 ساعة يكون 200 قالب جاهز يعجل بالساعة يعني احنا نقول كل 12 ساعة لأن ما أعرف على الساعة انت هذا القدر يعني بالساعة تقريبا 40-50 هيك قالب بعد انت كنت يعني شلون نقدر حسابيه مسألة حسابيه اذا كل 12 ساعة ان شاء الله يغطي حاجة المواكب لأن حقيقة ما معمل جديد جدا و من الممكن له يعني معمل يصير معملين او ان شاء الله بالسنين القادم ان شاء الله كبدايه او البدايه ان شاء الله الكادر اللي يشتغل عليه الان الكادر الموجود من قبل فرقه العباس القتاليه نعم. يكون هناك حقيقه منتسبين يكون عاملين عليه ويشتغلون في يعملون فيه ليلا ونهارا لخدمه المواكب الموجوده داخل المنفذ. هناك حقيقة بعض الأمور الأخرى اللي أحب أن أنوه بها هي كون الجو حار في محافظة البصرة وخاصة هاي أيام الثامن فيكون جو تموز يعني حار جدا عدد الزوار جدا كبير فيحتاج إلى تغطية كثيرة من وتقديمها إلى الماء البارد في هذه الأمور. حقيقة أحب من خلال منبركم أو خلال فضائيتكم أحب أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس هيئة المنافذ سعد عمر لكون يعني حقيقة ساعدنا في نصب هذا المنفذ ودخوله. وأحب أشكر الإخوان الموجودين داخل المنفذ في خصوص يعني دخول هذا المنفذ المعمل ونصب المعمل داخل صناعة المعمل هو المعمل الحقيقة صناعة إيرانية فكان هنا يعني بتوجيه قلت لك من سيد قائد فرقة العباس القتالية والأمانة العامة العتبة العباسية إذا هو تابع للعتبة العباسية نعم تابع للعتبة العباسية فرقة العباس القتالية وتديرون هذا باستمرار لخدمة طبعا المواكب. 24 ساعة موجود بتقديم نسخة ثانية من المعمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون اذا شفت راح يكون معملين او ثلاثه ان شاء الله بالايام مجانا 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 لخدمه الزوار يستمر ما بعد محرم بعد ما ال 40 ايضا يستمر
مستمر مجان لخدمة الناس، لخدمة الحشيد، لخدمة نعم حسب المناسبات. حسب توجيه سيد قائد ورقة العباس قتالية إن شاء الله يكون موجود هنا ومنصوب داخل محفظة الشلال لخدمة البصرة. شكرا جزيلا اسمك كريم منذر حميد النزال مثلية فرقة العباس قتالية. إن شاء الله شكرا جزيلا. السلام عليكم. زيارة قبولة إن شاء الله. شو ما أسكو جاي ومديد ما نورواد ما مسني نوراباد ما مستنی نوراباد بل بل الان اومدی از زیارت امام حسین یا اومدم دارم میرم دیگه خونه اومدی از کربلا آره از کربلا دارم میام آه مخبری آره دارم میرم دیگه الان مخبری ایران میرم ایران مخبری ایران آره چطور دیدی عالی. مواکب همه چی عالی امام حسین عالی همه چی عالی واقعا عالی موکباش عالی خدامش عالی واقعا عالی مردم عراق عالی دست که واقعا واقعا دست سنگ این اولین بار اومدی اینجا اولین بار ولی واقعا اینجا آخر همه چیزه ان شاء الله آخر نیست یعنی آخر یعنی اینجا دیگه همه چی با بیا اینجا ببینی از کدوم کشور ایران نور آباد ممستنی نور آباد نور آباد نور آباد خیلی خوش اومدید قربونت شما از کجا عزیز سلام علیکم سلام و رحمت الله جینا من کربلا ای نعم من وين المره انا من عبادان من العبادان نعم نعم من عندك حبيب رحمه الله شنو شفت خلال هاي المواكب اللي والله الحقيقه النبي سلام الله عليهم سلام الله صلى الله عليه وسلم معجزته شنو القران نعم والعراق معجزتهم شنو معجزتهم خدمة يسوون فرد خدمة اللي ماكو بالعالم كله كفو بيهم العراق الحمد لله والشكر نعم الله عليكم الحمد لله ما قصرتوا يعني العراق ما ننسى طيبكم وكفو بيكم الله يعودكم تيجي من خايبيكي بيا خانم بيا السلام عليكم سلام شكرا خوب ان شاء الله ممنون اسمك شنو ساحل سيروس نجات ها ساحل سيروس نجات خانم بخش مستقيم برونجا اسمك شنو ساحل سیروس نجات سیروس نجات شما بل. از کدوم بچه کجایین من چرام ده دشت بله خیلی خوش اومدید رفتی زیارت یا نه بله اولین بار اومدید آره با کی اومدید با پدر و مادرم و دوستم ما دوست و اموچ و ابوچ ها زیر الان این زیارته چی عجیبی دیدی چه چیزی عجیبی دیدی من چی دیدی؟ این بخشندگی مردم و عشقش رو به امام حسین دیدم بله انت شهدت العشق الناس بمحبت الامام حسین علیه السلام بله. عشق مردم بمحبت امام حسین علیه السلام خدمت چطوره؟ موکب، غذا واقعا مردم خیلی بخشنده و خوبی هستن واقعا خب اولین بار اومدید؟ بله دیگه میای؟ بله هر سال همینطور میام. ان شاء الله موفق باشی زیارت قبوله. ممنون. خدا حافظ. بسلامت ان شاء الله بسلامت. اخواني الاعزاء هناك مدح كبير جدا بخدمه اهل العراق ويقولون انه شيء عجيب جدا ما رايناه في العراق. الامام الحسين النبي صلى الله عليه واله وسلم له خدمه هذا البيت الطاهر وال بيته لهم ثواب كبير جدا ولكن اهل العراق لهم هم الخدمة الخاصين لأهل البيت عليهم السلام وهذه مثلمة وهذه يعني مفخرة نفتخر بها أن نكون خدام لكل الزائرين بالعالم وفي هذا المكان الطاهر تحياتي لكم جميعا ونبقى مستمر وياكم هذا البث المباشر من الشلامشة إلى من شرق البصرة لبيك يا حسين وشكرا جزيلا للزملاء الأعزاء الذين سلمونا هذا البث المباشر تحياتي لكم قدس واكيد يعني اليوم نتكلم احنا على اليوم الايام الكبيره جدا بهذه المناسبه مناسبه اربعينيه الامام الحسين الان بدات المواكب بتوزيع وجبه العشاء بعد الانتهاء من صلاه المغرب وراحه الزائرين ودعاء الزائرين كثير من الطقوس الدينيه والادعيه اللي مارسوها الزائرين اليوم في هذه المنطقه الان اذا مصورنا العزيز انه يسمح انه يراويها بعض المواكب اللي الان بدات توزع وجبه الطعام الى جميع الزائرين بمختلف جنسياتهم اذا هذا الامامي يوزع الطعام العراقي القص العراقي الدجاج العراقي القريب من يمه ايضا يوزع الشاي خلينا ندخل الى المواكب ونسال نعم نعم تشوفون التنظيم الرائع جدا والجميل جدا اللي يقومون به حقيقة أصحاب المواكب اليوم من أجل يوم عدم اكتظاظ الزائرين مثل ما تعرفون يعني اليوم
السلام عليكم. أحبة المشاهدين، هذا أحد المواكب الحسينية اللي تقدم خدمات كبيرة جدا اليوم للزائرين. شلونكم؟ إيراني. من وين؟ إيراني. من وين؟ من إيران؟ إيران. مشهد. أصفهان. أصفهان. أنت من وين؟ من النجف. وأنت من وين؟ من النجف. من النجف. شلون الخدمات؟ زينة. واقف هنا على السرة وين؟ ها؟ واقف السرة ايش تسوي؟ جاي شو سوى؟ أحبك الإمام الحسين. نعم والله. تعال هذا شلونك؟ هذا الخبر؟ خبر فارسي؟ ايه ايه تكلم فارسي من وين؟ اصفهان؟ اصفهان ايه اصفهان خوزستان ايه ايه دوتا مدينتين ما شاء الله ايه اصفهان مو بعيد على خوزستان ايه اصفهان خوزستان ايه ايه الخدمات اللي تقدم اليوم خيلي خوب خيلي خوب ايه اوكي فيري جود ايه فيري فيري جود اوكي خيلي خوب خيلي خوب إيه. ملة إيران خدمات زين طعام إيه. سكر خيلي خوب هم إن ملاد هم خدمات هم خوب هم خيلي خوب آه خيلي الحمد لله الحمد لله شو إمام الحسين بركة آه بركة إمام حسين هذه بركة الإمام بركة إمام حسين ما زمان خوب أنا الله شكرا جزيلا ممنون دسة تفضل السلام عليكم السلام علم إيران جمهوري إسلام لا لا نعم من وين طهران لا خوزستان مسجد سليمان خوزستان فارسي عربي فارس فارسي خدمات عالي عالي هلا عالي 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 همه شيء عالي الحمد لله الحمد لله شكرا الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم من وين سيستان بلوچستان نعم ايران شهر ايران شهر ايران شهر مرز پاکستان افغانستان شكل هي عراقي بلوچ عراق ما هم برادر واحد 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 كنا نقول لبيك يا حسين يا حسين لبيك يا حسين خدمات الزواج خدمات موجود همه شيء زياد مشكور زياد زحمت زياد انت ايراني من ايراني دجداشة عراقي هذا عراقي من ايران واحد واحد شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم الو وين ما ايراني هم لبيك يا حسين تمام عراقي ها تشكر مكنم بقوت موقت شما بدون لبيك يا حسين شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يحفظكم حبة المشاهدين بكل اللغات حقيقة هنا إن كان الإيراني الهندي الأفغاني الباكستاني البحريني الكويتي أكثر كلمة حقيقة قيلت اليوم في هذا الطريق هو شكرا حقيقة للعراق على هذه الخدمات الكبيرة نرجع ونقول إحنا اليوم كعراقيين هذا مو فضل ولا منا على أحد هذه بركات الإمام الحسين اللي ما شاء الله البارحة أحد الشباب اللي التقيت وياه يعني قال لي خلي نصفن بموضوع انه هاي الاعداد الكبيره ايش قد تكفيهم طعام والطعام ما يخلص وخير من الله حقيقه اكو بركه عظيمه جدا السلام عليكم سلام عليكم اخبارك فارسي فارسي طهران مشهد قم شيراز 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 شمال شيراز شرق 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 ايران عالی خدمات زیاد خیلی خوبه خدمات خیلی خوبه از ملت عراق خیلی تشکر میکنم به خاطر خدمات خوبی که به زائران انجام میدهند جنوب همدان نه غرب غربي غربي خدمات زياد خوب 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 ملت عراق ملت ايران خوب همه شي خوب شكرا لله شكرا 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 شاي عراقي لو شاي ايراني شاي ايراني عراقي فرق نمكن فرق نمكن شاي مناطيه فرق نمكن ماكو فرق اغلب الزوار الايرانيين يميلون للشاي العراقي فرق نمكن ايراني عراقي فرق نمكن الحمد لله والشكر الحمد لله السلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله زائرين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا زهراء لبيك يا زينب لبيك يا زينب الحمد لله ما
مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر تشکر به مردمان خوب مردمان عراق، تقدیر تشکر میکنم. بنده از کاروان مازندران اومدیم. مازندران سوادکوه سرکلا. مازندران. مازندران. خدمات زین. خیلی عالی، بسیار عالی بود. من الان بیش از 10 سال هر سال یه بار یا دو بار میام. امسال هم با شکوتر هم فرمانتر بسیار عالی بود. خیلی خوب. خیلی خیلی زیاد بسیار فرابون بود. خیلی خوب. تقدیر تشکر بگه از مردمان خوب عراق، چه با آقایون چه خانوما، بسیار پذیرالی بود. مثلا تو مکه، تو مسیح، تو کربلا، تو نجف، تو کاظمه، تو سامره، بسیار عالی بود. تشکر بکنم. شکران. ممنون. ممنونم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. بله ایرانی هستم. شیراز، مشهد، قم، عراق، استان عراق، شهرستان خمینی. شهرستان امام خمینی. امام خمینی. بله. نعم. خدمات زیاد. خدمات خوب الحمدلله، خیلی شکر. خیلی 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 عالی بود الحمدلله. همه چی خوب بود الحمدلله. تو مسیری که من الان 11 بار اومدم، همه چی الحمدلله خوب. و از مردم عراق تشکر میکنم و قدردانی میکنم. از یکایک همه جون تشکر و قدردانی میکنم. الحمدلله همه چی فراهم بود. خدا را شکر الحمدلله. زنده باشی. شکر جزیل. شکر زنده باشی. من وین؟ سلام. وین؟ ایرانی. ایرانی. زی عربی. همه زی عربی دشتشه. دشت عربی. دشت عربی. من وین؟ همدان. 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 زی عربی. خوبه. زی خدمات. عالی. سکن طعام. نمیدونم چی میگه ولی عالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. جونک شیراز. شیراز مانچستر سیتی. آره الی گالنت. جونک داخل شوفوك. من وين؟ شیراز. آره. اول مره تجي هنا؟ نعم. ثاني مرة. خدمات شلون؟ عالي. عالي. أكل، طعام، سكن. عالي. الحمد لله والشكر. الحمد لله. شكرا جزيلا. أحبة المشاهدين، يعني أحد الزائرين الإيرانيين يقول أنا صار لي 10 سنوات أوصل إلى هذا المكان وأجي لزيارة الأربعينية الإمام الحسين. يقول سنة بعد سنة الخدمات تزيد. يقول يعني هو يعني بالعقل إنه ممكن إنه زيادة الأعداد تقل الخدمات. يقول لا، تزيد الأعداد تزيد وياها مساواة الخدمات. فهذا حقيقة الشيء الكبير جدا. أغلب الزائرين الإيرانيين وأغلب الوافدين للعراق اليوم لإحياء هذه الذكرى يشكرون العراق، يشكرون الشعب العراقي، يشكرون هذه المواكب الحسينية حقيقة. يعني خاصة اللي يجي أول مرة ممكن يقول لك اللي يسمع غير اللي يشوف. اليوم اللي يشوف هذه الخدمات العالية، ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقة هناك بركة عظيمة وبركة كبيرة. طبعا خلينا نرجع إلى أخبار الزيارة الأربعينية، آخر المستجدات اللي صارت. الحقيقة نبهت من أول يوم صورنا هنا، قلت أكو مشكلة بسيطة بموضوعة الثلج اللي قاعد يوصل للمواكب. البعض قاعد يرفعون أسعاره، تأثر هاي تأثر اليوم على الخادم، الخادم الحسيني. ولكن العتبة الحسينية المباركة وبجهود حقيقة كبيرة وعظيمة أهلت بل أسست 5 مصانع لتوزيع الثلج مجانا. يعني أبو الموكب في موكبه تجي العتبة الحسينية توصل له الثلج مجانا إلى الجميع، إن كان موكب عراقي أو موكب إيراني، توزيع للزائرين. اليوم حتى يكسرون أنه بعض البعض حقيقة رفع هذه الأسعار بهذه المناسبات. طبعا شيء عظيم جدا. السلام عليكم. سلام. أخبارك وين؟ اسه سوي يا قمر. خسته نباش. کرج. کرج؟ بله. کرج. تهران. تهران کرج. الله يحفظك. سلام. طبعا اكيد راح ابدا. السلام عليكم. ايراني؟ ايراني. ايران وين؟ مشهد. 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 امام رضا. عالیه. همه چی هست. بله. ملت عراق عالی عالی. همه چی عالی. عالی. دست شما درد نکنه. متشکرم. انت من وين؟ مشهد. مشهد ما شاء الله. مشهد. مشهد امام رضا. مشهد. خدمات شلون؟ عالي. تكميل. شنو؟ طعام عراقي زين؟ طعام عراقي زين؟ اها الحمد لله. شكرا جزيلا. الله يخليك. شلونك حاج؟ اخبارك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايران. ايران. طهران مشهد. ايران مشهد. 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 زيارتي زين؟ زيارة. الحمد لله. ملة العراق خدمون خيلي خوب. خيلي عالي. أحسن. أحسن. أحسن تعرفي.
عراق ثلاث مرات دفعت سوم بل زين خير من الله الحمد لله زنده باشين بركات الامام الحسين بركات امام حسين پیام ما رو برسونین به عالم بگین آقا راه امام حسین ادامه داره این راه قوی میشه و ضعیف هیچ موقع نمیشه الحمدلله همیشه ما پشتوانه هستیم همیشه میایم به زیارت امام حسین همیشه هم پیام داریم برای اونا که به ضد این ایام میخوان آقا کاری انجام بدن ما تا ابد هستیم ما امام حسین هست الحمدلله لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین زوجی عربی كان قليل قليل زين ما شاء الله از مردم عراق الناس عراقي الناس كثيرا خیلی زیاد خدمات زیاد شکرا ان شاء الله که خداوند خیلی تو مشهد مشهد من مشهد سهل زیاد اكو صعوبات بعيد حراره جو لا اشکال لا اشکال گرما زیاد هر کثیر ایام کثیر بر ولی لا اشکال اصلا بر ما اشکال نداره گرما اصلا بر ما مهم نیست الحمدلله و شکر اهلا و سهلا هذه ارض الامام الحسین اهلا و سهلا الله يخليك تكلم فارس تكلم محمد رضا نعم من مشهد نه یز یز ایران یز Yes. خدمات من تشکر میکنم از همه مردم عراق واقعا پذیرایی عالی ان شاء الله این قدمایی که برمی‌داریم منتهی به ظهور آقا امام زمان بشه ان شاء الله شکرا جزیلا الله يخليك طبعا احب المشاهد تعال هذا چای عراقی چای عراقی چای آل بالو عراقی ایرانی چای عراقی عراقی عالی نه عالی طبعا الشاي الايراني يصير اخف من العراقي اكثر الايرانيين يعني حقيقه يتجهون الى الشاي العراقي يقولون اطيب يعني علي علي تشكر على خدمات العراقيين تمام علي تمام الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم كل وليك الفرج ان شاء الله الله ان شاء الله اللهم يا رب هذه المشاهد اكيد تفرح اليوم الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف ويفرح اكيد يعني اليوم لما اكثر النساء والله العظيم لما نسالهم باللقاءات انه شنو سبب ذهابكم للزياره انه اغلبهم يقول النواس السيئه زينب يقول شفت البارحه الامراه اللي حقيقه دموعها نزلت لما ذكرنا هذه المصيبه العظيمه مصيبه كربلاء ولكن صح هي مصيبه وصح هي اجواء حزن واجواء بكاء ونعي هذه القضيه اللي حقيقه أعظم قضية حصلت اليوم بالتاريخ الإسلامي قد تكون بالتاريخ البشري نعم أعظم قضية اليوم إنسانية بالتاريخ البشري ولكن الأجواء الفخر أكو فخر حقيقة بهذه الأجواء عظيمة جدا تلقى الابتسامة الموجودة على الخدمة خدمة الإمام الحسين وسط هذه درجات الحرارة العالية طبعا اليوم أكو ارتفاع بدرجات الحرارة العالية الأيام القادمة مرتفعة أكو ابتسامة يا أخي أنت تعبان يقول لي إيه وذا يعني أنا تعبان أنا أخدم الإمام الحسين يا آخر تعقل لا خلي نخدم الإمام الحسين أو أبسط مثال اليوم كل الوافدين اليوم للعراق يحيون هذه الزيارة تشوفون كلماتهم أرجع وأقول بعض الحالات الشاذة القليلة الما تعد ولا تحصى يعني ثلاث حالات حالتين الصين من بداية الزيارة الأربعين يحاولون هي اليوم محاولة تشويه الصورة العراقية ولكن الحمد لله والشكر السواد الأعظم 99.9% هذا اليوم الابتسامة والترحيب الكبير من خدمة الإمام الحسين للزائرين الإيراني ولكل الزائرين من خارج العراق هي رسالة حب ومحبة والسلام أن العراق رجع العراق الأفضل اللي يجمع الجميع مو عراق الحروب وعراق الاعتداءات على الآخرين بزمن الطاغية المقبور أرجع وأقول أكو شخص من أعمدة النظام السابق قال له أنا حسين وأنت حسين هذا حسين باقي وانت سئلك وين أحبة المشاهدين مكملين تغطيتنا لهذا اليوم ابقوا معنا الآن ظفر على ما قدم قبل قليل من خلال شبكة مراسلي قناة الأيام
الفضائية. ومشاهدي الكرام، هذه عودة مسائية على هذا الطريق الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. ظفر يقف على جانب آخر من هذا الطريق، وأنا أتقدمه ببضع خطوات طيبات يتجهن إلى الحبيب الحسين عليه السلام. وعلى هذه المسافات نجد بحرا زاخرا مترامي الأطراف من البحر وإلى النهر. وهكذا أن الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسيف النجاة. وشاهدوا مشاهدي الكرام من خلال هذه اللقطات الحصرية لما تقدم شاشتنا وعدسات كاميرات قناة الأيام الفضائية عبر النقل المباشر، عندنا صورة من شلامشة، عندنا صورة من زرباطية، عندنا صورة من كربلاء، عندنا صورة من الحلة، عندنا صورة من يم ظفر والأس أن جي، وعندنا صورة هنا بهذا المكان طريق الجنة طريق الخلود. ونبين أن اليوم أصبحت هذا اليوم رحلات مطار النجف الأشرف الدولي بحسب إعلام المطار 150 رحلة، بما يعادل يعني قرابة 12,000 زائر عربي وأجنبي. وبهذا يكون عدد رحلات قرابة 700 رحلة لغاية الآن، من أول سفر لغاية الآن. وعدد الزوار الوافدين إلى النجف الأشرف يعني اجتاز المية، تقريبا 110-115 ألف زائر عربي وأجنبي عبر مطار النجف الأشرف الدولي. وهذه بوابة النجف الخارجية. احنا مستمرين معكم بتغطيتنا الميدانية. أبو ريحانة تعال يمي حبيب، ناخذ تعال يمي أبو ريحانة وبعدين ناخذ الحجي. قواك الله. مشاهدي الكرام، الصورة الحلوة اللي ننقلها على هذا الطريق بأنه أصحاب القلم الحر الإعلاميين أيضا يخدمون. أحمد العكاشي من أخوتنا الإعلاميين في النجف الأشرف، مراسل حربي قديم، وقدم وصال وجال قبل شوي، احنا نقلنا لكم صورة وافية للإعلام الحربي وما قدموه. فهو الآن يخدم الزائرين من خلال هذا الموكب على طريق يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم. وكما تشاهدون هذا السيل الهادر من كل المحافظات باتجاه قبلة الأحرار، أبا الأحرار الحسين عليه السلام وأصحابه الكرام الذين استشهدوا من أجل كلمة الحق ومن أجل أعلاء كلمة الحق. الملفت للنظر أن على مدى الدهور وعلى مدى السنين في هذا الشارع الممتد من النجف إلى كربلاء في عام 77 كانت هناك. شو مدريك أرد سيف على 77؟ شو مدريك أحمد؟ شو مدريك أرد سيف على 77؟ يعني ليعلم الجميع أن لأصحاب المواكب وللمجالس الحسينية كلمة وصرخة ضد الظلم وضد الطواغيت، فكانت في عام 1977 صرخة كبيرة ومدوية ضد أكبر طاغية في العصر الحديث لا وهو صدام والبعث المقبور، وكانت لهم صرخة مدوية لتثبيت الأسس أسس الخدمة لزوار الحسين وللإمام الحسين ونصرة الحق وكلمة الحق في وجه سلطان جائر. وهذه المواكب وهؤلاء خدمة الحسين كانت لهم صولة أخرى في الطائفية بعد التغيير عام 2003، وكانت لهم مواقف كبيرة ويشهد لها التاريخ. ومن ثم ما حدث في أبان الغزو البربري الذي شهده العراق وهو داعش، وكان الصولة كبيرة من أصحاب المواكب وأصحاب الهيئات والدعم اللوجستي، فالكل انتفض وشارك في الحرب ضد داعش ضد هذا الغزو البربري بعدما انطلقت الفتوى المباركة من سماحة السيد السيستاني لتحرير الأرض والعرض من براثن الإرهاب. لكن ما يدبي القلب وما يؤذي النفس أن هذا الطريق الممتد على مدى 20 عام لم تفلح كل الزعامات وكل الحكومات التي توالت على العراق بخدمة هذا الشارع الممتد من النجف إلى كربلاء. كما تلاحظ بؤس في الطريق وعدم يعني لا توجد خدمات، لا توجد خدمات في هذا الشارع وهو طريق الجنة، والكل يعلم والكل ينظر إلى النجف وكربلاء وكل محافظات العراق كيف تسير الزائرين إلى اتجاه قبلة الأحرار. ألم يخجلوا من أنفسهم هذا المواطن وهذه الهيئات وهذه المواكب التي تقدم الخدمة من مالها الحر من مالها الخاص؟
الثلج والمياه وغيرها والطعام على ثلاثة وجبات، والمواكب مهيئة لخدمة الزارين. ألم يستحوا على طوال 20 عام لم يخدموا هذا الشارع الذي هو 100 كيلومتر؟ 20 عام لم يفلحوا في قبل أيام. حقيقة أني حقيقة أحس بالمرارة والجمرة اللي بقلبك وما تعانيه. الحقيقة مو فقط أنت، التقينا ويا أصحاب المواكب وحدثونا عن بعض المشاريع المتلكئة الفاشلة على هذا الطريق. إحنا ما نريد ننكل بجهة، ولكن نتمنى اللي يخدم الحسين الحسين ينسى، نعم، واللي يخدم طريق الحسين فأكيد يلقاها هناك أمامه طبعا. فإحنا نقول المشاريع في هذا الطريق، طريق ليش الزاير مش عاتر باله بالحفر؟ وين رايح الزاير؟ الملفت بالنظر أن هذا الشعب وهذه الخدمة التي تقدم من المواطنين ومن الهيئات ومن المواكب ومن الخدمة، سواء على مر التاريخ وعلى مر الدهور إلى يومنا هذا، الكل شارك في دحر الإرهاب وفي الوقوف ضد الطاغية صدام. ألم تخجل الزعامات السياسية التي توالت على خدمة على على حكم العراق خلال 20 عام، سواء محافظين أو رؤساء وزراء أو وزراء، الكل مقصر اتجاه البلد واتجاه الخدمة الحسينية، لكن عندما تأتي لوجه المقارنة لا توجد أي وجه مقارنة بين المواطن وبين الهيئات وبين المواكب. فننظر الكل يدفع بماله وبأبنائه خدمة لهذه الزوارة القادمة. إذن الموضوع المهم، هذه الزيارة أصبحت مليونية والكل يشار لها بالبنان. ألم تخجل الحكومة وتخجل كل السياسيين دون استثناء؟ هم وريحانة حقيقة ما ذكرته هو عين الصواب. إن شاء الله إحنا نحاول من خلال بثنا المباشر نحط إيدينا على الخلل، وإن شاء الله نحاول بقدر الإمكان حتى ما تصير إحنا بأنه لجهة معينة. لا إحنا هدفنا هو الحسين وزائر الحسين على الجميع، وزائري الحسين. وأسأل باري عز وجل أن تكون هذه المساعة حساءتكم. أصحاب المواكب مو جديد عليهم طبعاً. أصحاب المواكب تفضلت قبل قليل قد دعم لوجستي وقدموا الكثير ومضحوا أصلاً. هي الفتوى عندما خرجت مو إلا بالنداء غير طبعاً. هم أصحاب الهيئات والمواكب وخدمة الحسين. خدمة الحسين ذول أبناء المنبر الحسيني طبعاً. تربية الحسين. إذن هي رسالتنا للحكومة. رسالتنا للحكومة عليها أن تراجع أوراقها بما يخص طريق الحسين. يجب أن توضع خطة رصينة وكذلك تقديم عطاءات للشركات العالمية. إحنا نبين بأنه اليوم عندنا مسيرة مليونية، يجينا الأفغاني ويجينا الأوروبي ويجينا الخليجي ويجينا الإيراني. مو عيب شارعنا محفر شارع الحسين طبعاً. يعني هاي لما نجي الخليجي ويشوف الشارع هو اصلا يعني حقيقه مبهور من الخدمه، ولكن لما تساله يقول انا استحي من هذا الشارع. ليش؟ احنا العراق، احنا ابطال، ولكن نقول مع ذلك نتمنى يا اخي اتمنى تكون هنا طرق. استاذ فلاح اكو نقطه جدا مهمه، لا توجد عمليات إرهابية اليوم ولا توجد أي منغصات لعمل الحكومة. المنغصات الحقيقية لعمل الحكومة لتقديم الخدمة للزائرين هي الصراع ما بين الكتل وما بين الزعامات لحكومة العراق. فهي رسالة واضحة في هذا الشارع، الكل كل المسميات تنحني امام خدمه الزائرين، سواء المسؤول او التاجر او الـ او الـ او الـ او الـ او الموظف، الكل تتسابق لخدمه الزائرين ولتقديم الخدمه لزوار ابي عبد الله. كما نلاحظ ان الكل بس نقطة مهمة، الكل هنا الصابئي السني الشيعي كل الطوائف في هذا الشارع تقف جنبا الى جنب. فعلى الحكومة أن تنظر في هذا الموقف وتقدم خدمتها إكراما للحسين. أحسن رسالة وافية ووصلت إن شاء الله بريحان. سلام أحمد، خذ الوقت كله ما خلاني حتى أسولف يعني حق. الأمور فإحنا نبين من خلالها بعض السلبيات، ولكن الإيجابية تغطي على السلبية، فلهذا إحنا نحاول وافية لهذا الطريق. ومع ذلك زيودي تعال يمي، تعال يمي زيودي يستحي يسولف. تعال زيودي حبيبي، تعال منا 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 زيودي
سولف شلون تخدم الحسين؟ اخدم الحسين على حب الحسين، اخدم الزوار، يعني خدمه حلوه هاي. شفتك ذاك اليوم تشتغل وياهم وشنق ما ادري تخبز ما ادري ايش تسوي وشنو الخبز صحيح. بتتعب؟ لا على حب الحسين ما اتعب. حبيبي شلونك ويا الصلاه؟ وقتها لا وقتها وقتها مو؟ عشتي لك حبيبي زويدي مشاهدين كرام بعد من عندي تعليم حجي ثائب. يعني حقيقة احنا نتنومس بيكم قدام الحسين عليه السلام يمن نجي يمكم ونشوف هاي الخدمة والله نخجل امام خدمات اللي تقدموها. جزاكم الله خير الجزاء، اسأل من الله التوفيق على هاي الخدمة الامام الحسين وزوار ابا عبد الله الحسين. والله احنا موكب ابو الاحرار تقدم خدمات للزائرين. انت ما مقصر ما شاء الله، جاي العائله كلها تخدم وياك. الله يعطيك العافيه. احنا بعد سدينا بيوتنا وكلنا توجهنا لهاي الخدمه. لان تدري هاي اعداد مليونيه او ولازم تخدم تقدم لها الخدمه وخدمه تكون مميزه. اي واحنا توكلنا على الله. والله اغبطك من كل قلب. الله يسلمك. والعباس ابو فاضل اغبطك من كل قلب. الله يعطيك. وهنيئا لكم هاي الخدمه الك لابنائك. الله يسلمك. بس اشوف الصغار هاي الخدمة تعلمهم مو بس حب الحسين، الالتزام بالصلاة بمواقيتها وخصوصا أثناء الأذان يلتزمون كله ويشوف الزوار، فخدمة وشرف هذا. احنا مو خدمتنا بس يعني غذاء وطعام نقدمها للزائر، عندنا جلسات هنا محاضرات دينية نقدمها للزائرين، محاضرة دينية عندنا للنساء ومحاضرة دينية عندنا للرجال نقدمها عن الصلاة عن الصوم عن الزكاة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توجيه الزائرين أن خواتنا الزائرات بالحجاب ها والأخوة الزائرين الصلاة بوقتها صلاة الصبح في وقتها يكون يديها الزائر نساهر على هذا إن شاء الله. أهم شيء عندنا الصلاة. الله يحفظك. خرج من أجل الصلاة. مشاهدين كرام مشاهدين كرام، يعني طه يقول لي بعد كت إن شاء الله قدمنا صورة وافية في هذا المكان طريق حسين المتجه نحو كربلاء المقدسة، وهذه الصورة الحلوة أحمد ما قصروا يعني والإخوان هنا والإخوان، وانتقل إلى شبكة مراسيل بلبيك يا حسين. الكرام متواصلين معكم بتغطيتنا لزيارة 40 السيدة ومولاي أبو عبد الله الحسين، وبالتأكيد ما شاء الله ملايين الزائرين زحفا نحو كربلاء. عظم الله أجرك وهذا طريق الحق. يدل قلبك حبيبي الله يعزك ويخليك ان شاء الله خدمه الله زايده ونعمه وبركه. وخدام الحسين يعني ما مقصرين بشيء وهاي ما مقصرين معكم خدام ابو عبد الله زين والنعم منهم. هذا الطريق ايش يعني لك؟ يعني لي يعني لي اتعب نفسي لاجل ابو عبد الله الحسين. يستاهل ابو عبد الله. يدل قلبك ممنون كون له، ايش ما اسوي ما اوفي له. ما اسوي ايه ايش ما اسوي ما اوفي له. والله يحفظك ان شاء الله. جاي واحد الله يعزك. لا يا ولد صح يا ولد اي صح دوهم الله. تعال 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 دواك الله زين. احنا دائما نقول انه هذا طريق الحق، طريق الامام علي، طريق فاطمه الزهراء، يعني السلام. حياتنا على هذا الطريق. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا ابو عبد الله. نعزي انفسنا ونعزي صاحب الزمان عجل الله فرج ونعزي المراجع العظام بهذه المصاب الجلل ونواسي سيدتنا ومولاتنا زينب. نحن لهم الفداء وكل ما نفعله هو قليل بالنسبه للحسين سيد الشهداء وبالنسبه سبايا الحسين من السيده زينب عليه السلام وسبايا، فعسى ان نصل بهذا الاعمال القليله القليله لشفاعتهم في الدنيا والاخره. عسى ان يوفقنا ووفقكم الله لهذه الخدمه الجليله يا رب. الله مهجورين ان شاء الله. الله يخليك. الله يتقبل منكم. زاير قواك الله قواك الله. تعال هنا تعال هنا. شلون الزوار تعبانين؟ تعبانين تعب يا تعب من الخد السليب لو من يعني شنو التعب؟ شنو التعب؟ شنو التعب؟ ماكو تعب. ماكو تعب. حياتنا ناظريه لهذا الطريق. ابد ابد ماكو تعب ان شاء الله. امام الحسين السائل. الله يالله كريم الله. اخي طريق الحق ان شاء الله. اتمنى لك السلامة ان شاء الله. سلام للجميع وليدي. الله الله يخليك رحم الله والديك. شلون اخبارك؟ قواك الله. تعال هنا. طريق الحق هذا لازم يعني اكيد اكيد واجب علينا، والملايين لازم تكون بعد اكثر. بعد اكثر 22 مليون قليل، اريد اكثر. سنه على سنه خيرات ابو عبد الله تزيد من الزوار من المواكب من كل شيء، وهذا قليل بالنسبه لنا. بالنسبه لنا كعراقيين قليل. ايش ما نسوي للحسين قليل.
والله العظيم كل شيء ما اقدر اوصله. الامام الحسين عليه السلام ما اقدر اوصله، يعجز لسانه على هذا الشيء. الحسين بالنسبه لي كل شيء، هو شفيعنا، شفيعنا للجنه، شفيعنا بكل شيء. الحياه تسوى بدون ابو عبد الله؟ ما تسوى، لا لا ما تسوى كل شيء. وماكو تعب للحسين، هذا بالنسبه لنا راحه. التعب لنا راح نحسبه. راحتكم بهذا التعب؟ اي هذا راحتنا. الحسين يستاهل 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 كل شيء. ان شاء الله يحفظك الحسين. الله يخليك حبيبي، ربي يحفظكم ان شاء الله. سلامه كلها طيب. بالدعاء. نعم مشاهدي الكرام، اذا بالتالي يعني الحياه بدون الامام الحسين، والله العياط بدون الامام الحسين يعني مسوى فلسيه. والله هسه احنا خدام، احنا هنا يعني ما نقدر شلون نخدم. اجينا يعني هسه نطيم حتى ملابسنا، والله يعني خدمه تخبر هنا. انت قادم؟ قادم. هذا مو خدمه. زين هاي الزوار وهذا الطريق، وخصوصا احنا مواكبنا مخلينا نصرة للحق. نعم صح صح للحق. وريتهم يعني بس يطلعون 20 مليون كلش قليل. نريد بعد نريد نرفع راس الامام الحسين هيك بكل الدول. مرفوع ان شاء الله، مرفوع الراس فيكم ان شاء الله. ان شاء الله على هاي الجهود، على هاي الناس، على هاي الخدمه، على هاي الصوره اللي تنقلوها بشكل عام للعالم بانه العراق قادر. صح والله، لانه العراق بلد عزوبيه، بلد الحسين، وهذا بلد الحسين. كل شيء بيه، والله هذا بلد الحسين، كل شيء شوفناه، يعني شديد موجود. شو تريد؟ يعني الزاير كل شيء ما يحتاج. شو تريد موجود هنا بهاي المواكب؟ هاي تاخذها منا انا من الاسكندريه، منا الكربلاء. والله يعني شكو شو تريد موجود؟ تاخذها منا من الاسكندريه الكربلاء. والمحافظات الباقيه بارك الله بكم. الله يحفظك. الله يحفظك. هي سفره الى الله. لله. وعزوبيه تعرفها. مال ابو عبد الله هاي. هاي نعمه ابو عبد الله وتبقى الجيل الجيل. والمشي مال ابو عبد الله ما ينقطع الا الموت ياخذنا. لا الخوف ولا واحد يرعبنا ولا فلك اسود ولا الدنيا، يبقى الحسين احنا وياه. شو يعني لك الحسين؟ ها؟ شو يعني لك الامام الحسين؟ شنو يعني لك؟ الحسين رحمه. الحسين نزل من عمل رحمه انه، الحسين ضحى على مودنا، ضحى بطفاله، ضحى بعياله، اكو واحد يسوى كله على مودنا. ابو عبد الله شهيد كربلاء، هذا سيدنا، هذا الحسين الاب الكبير، هذا ابو عبد الله، هذا الحسين هذا. اقلها قومي يا زينب واختاضي وشنه الخيل وتهمك، وحق الحسن يا زينب وكبده وظل امك، لخلي دموع طشام وخلي كربلاء تذكار وخلي كنا عيب دار. صلى على محمد وال محمد. صلى على محمد وال محمد. مو تنسانا بالدعاء بشرفك، مو تنسانا بالدعاء. يعني ما شاء الله هاي الناس هنا اللي جاي تشوفوها هو فعلا طريق الحق، طريق الامام الحسين. العراقيين قدها وقد احياء هذا الطريق وقد عزوبيه ملايين الزائرين من جميع دول العالم. يعني اليوم مو فقط العراقيين، لا اليوم العراقيين خدمتهم لجميع دول العالم. زار قواك الله. هو حيلك الله يحفظك يا طيب. نعم الحمد لله. معنويات ان شاء الله زينه. والله الحمد لله. طالع مشي. والله صار لي ثلاث ايام. اليوم الثالث. اليوم منين جيتك؟ طلعت من فوس مال بغداد مال دوره. زين بغداد طلعوا هسه كلهم؟ اي طلعوا شيء اكيد. اللهم صل على محمد وعلى. شو يعني لك هذا الطريق؟ طريق الامام الحسين. الحسين هو الدنيا والاخره. هذا ابو عبد الله هو دنيتنا وهو اخرتنا. نسال الله توفيق وشفاعه مولاي لشيعه علي للاموات وللاحياء. ان شاء الله التوفيق للجميع. الله يحفظك يا طيب. عندك شيء تقرا؟ اللهم صل على محمد. يلا نسمع. حسين خويا، خويا حسين، تقول زينب ايام ايام هاي الدنيا ايام، يوم الاهل يحمونك يوم العدا يسلبونك هاي الدنيا ايام. ايام 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 هاي الدنيا ايام، يوم الاهل يحمونك يوم العدا يسلبونك
هاي الدنيا أيام. تقرأ دائما في المدارس الحسينية؟ الحمد لله وشكرت وفقت هاي السنة وقرأت في العام الحمد لله. كل سنة تقرأ؟ الحمد لله. يعني بموكب عندكم أو بنفس الموكب؟ موكبي. هاي الكتابات من كلك يا ها؟ شعراء؟ والله شاعر سيد محمد الموسوي. بس بس احنا هاي القصائد نزلها من التليجرام فشنو عندنا كم بيا الطريق للإمام الحسين؟ اختم لي بفشي ها؟ اختم لي بفشي اريدك تختم لي بفشي يعني شلون يعني؟ يعني اختم شيء قصير ها؟ اتمنى بشيء قصير يعني اقرانا بشيء تقول زينب كلها راحت زينب تقول المواكب كلها راحت والمجالس جنها سكتة كلها راحت تقول زينب ظلت تباوي وحش الدروب ما ينحمل يا حسين وقت الغروب كلها راحت زينب تقول المواكب كلها راحت ان شاء الله تحفظك سيده زينب وان شاء الله طريق السلامه وادعينا مو تنسانا بالدعاء زوار الحمد لله على سلامتكم زوار قواهم الله اذن بالتالي المعنويات مثل ما تشوفوها هنا ناس ما شاء الله زارين قواك الله والله حيلك بدل عيونك بعدكم نشطين اي والله وطريق الحق راد لحيل وانتم قتوا بدون اي والله الحمد لله. ايش وقت طالعين؟ والله طالع صار لي يومين ايش؟ صار لك يومين؟ اي والله من بغداد. من بغداد. من بغداد. عجب بغداد يومين تمشون هنا. ها؟ يعني بغداد هسه طلعت، ليش طلعت؟ والله على راحتنا وكله مش. لا صعدنا ولا هاي. الحمد لله. الحمد لله. الله يسر عليك. الله يعوضك. نعم مشاهدينا الكرام، اذا بالتالي يعني مثل ما جاي تشاهدون انه ملايين الزائرين صوب كربلاء، صوب طريق الاحرار، خصوصا انه هذا الطريق يعني للعراقيين وللعالم اجمع بانه طريق الحق. وطريق الحسين وطريق آل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، احنا متواصلين وياكم لكن عوده للزملاء. اجوركم بذكرى اربعينيه ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام، ما زلنا واياكم وهذه التغطيه المباشره لقناه الايام الفضائيه، وافيكم الان من مدخل مدينه الكوت قرب الطريق الحولي، هذا الطريق الرابط الذي يربط من مدينه الكوت الى منفذ زرباطيه الحدودي مرورا بناحيه زرباطيه وقضاء بدره وناحيه جصان وصولا الى مدينه الكوت. في الاعوام الماضيه كانت هذه المواكب منصوبه في منطقه الخاشيه داخل مدينه الكوت، لكن بعد تحويل مسار هذه الباصات وهذه الشاحنات الكبيره من الطريق الحولي عبر بوابه مدينه الكوت اصبحت هذه المواكب هنا، يعني تم نصب هذه المواكب هنا. هذه المواكب تقدم الخدمه للزائرين على مدى 24 ساعه الى حد هذه اللحظه، ووفق احصائيات منفذ زرباطي الحدودي تم دخول اكثر من 1,400,000 زائر ايراني عبر المنفذ الحدودي منذ يومين، يعني منذ الاسبوعين الماضيين والى حد هذه اللحظه تم دخول اكثر من 1,400,000 زائر ايراني. خلال يعني ال 24 ساعه الماضيه تم دخول 170,000 زائر ايراني عبر منفذ زرباطية الحدودي. بالنسبه للمغادره الى حد هذه اللحظه تمت مغادره اكثر من 300,000 زائر ايراني. فيما يخص يعني عمليه نقل الزائرين تجري على قدم وساق، هذه الباصات تنقل اعداد كبيره من الزائرين. ايضا المواكب الحسينيه هنا مستنفره بكافه طاقاتها لتقدم الخدمه للزائرين. والحديث اكثر حول ما يعني يقدم للزائرين هنا في هذا المنفذ ينضم الي احد اصحاب المواكب الحسينيه. السلام عليكم استاذ. السلام عليكم. عظم الله اجورنا واجوركم. عظم الله اجورنا واجوركم جميعا. عن الخدمات المقدمه من قبل هذه المواكب للزائرين العائدين من الجمهوريه. والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا للسنه الثالثه تقريبا توالي هنا موكبنا ممتد من حوالي تواصل هاي المسافه وزياره ضخمه مليونيه، ونحن نقدم خدمات يعني كافه الخدمات من اكل وطعام وشراب ما عدا المبيت اللي هو ما عندنا مكان انه نبيت. في الاعوام الماضيه كانت هذه المواكب منصوبه في منطقه الخاشيه، لكن بعد تحويل مسار الباصات لتخفيف الزخم على مدينه الكوت، تم نقل هذه المواكب هنا في هذا الطريق الذي يربط بين الطريق الحولي وسيطره بدره. بالضبط، انه كانت زخم بالاساس يعني منطقه الكوت بالداخل، بعد افتتاح المشروع اللي يمتد من حوالي تواصل المشروع الحولي انتقلت اغلب المواكب انتقلت خارج المحافظه لتسهيل سهوله انسيابيه الزوار وحركه الزوار باتجاه كربلاء.
والحمد لله اليوم الثيابية عالية. أبرز الخدمات اللي مقدمة هنا بالمواكب جايين قد نشوف يعني أنه على مدى 24 ساعة تقدمون الطعام والشراب وأماكن الاستراحة، وأيضا يعني أنه حتى عملية النقل يعني يقوم بعض أصحاب المواكب أيضا بتنظيم حركة هذه الباصات حتى لا يحصل زخم مروري. تحدثنا عن الخدمات اللي تقدمها. بالضبط، الحمد لله شكرا. طبعا الخدمات متوفرة بأغلب المواكب، مو بس موكبنا، المواكب مستمرة تقريبا خدمة 24 ساعة، من بس مقسمة على شفتات طبعا بالأساس، شفت صباحي شفت نهاري شفت ليلي. أغلب المواكب متفقة بيناتها أنهم سوي تنسيق بالمواكب أنه يقدمون خدمة أفضل خدمات الزوار من طعام وأفضل حتى مبيت. أكو مواكب عندهم اليوم فيما يخص حركة العودة، يعني هذا الطريق هو سايدين، عدد الواردين يوميا من المنفذ إلى مدينة الكوت ما يقارب 170 ألف زائر، والمغادرين يعني ما يقارب 50 ألف زائر. كل هذه الأعداد تقدر بربع مليون إنسان يمرون عبر هذا الطريق. هل هذه المواكب مستعدة لتقديم الطعام؟ هل لديها ما يكفي من المؤن لتغذية هذا العدد الكبير من الزائرين؟ أغلب المواكب اللي متفقة على بيناتها على أنه تقديمها الخدمات أنه يكون ذاتي، يعني ما عندهم ارتباط لا بدولة ولا بجهات حكومية. أغلب الشباب اللي متفقين بيناتهم أنه على تجميع مبالغ من المال ويقسمون جهدهم وقدر ما يستطيعون. الحمد لله. فيما يخص أنواع الأكلات اللي تقدموها اليوم، أكلاتنا الشعبية العراقية هي مثل ما يقولون أكلنا ماكو أطيب من يمه، فاليوم شنو أطيب أنواع الأكلات اللي تقدموها هنا للزائرين؟ والله للطرفة انه اغلب الايرانيين اللي السنة يبحثون عن لفة الفلافل هاي اللي بالضبط الاكلة العراقية انتقلت حتى لايران داخل ايران، اغلبهم يدورون الفلافل مستغنين عن الكباب والتكة واللي مشويات اللي عافتك. فيما يخص يعني هذا العام الزيارة الاربعينية صارت بالاجواء الحارة اجواء الصيف، شلون قدرتوا توفرون يعني ثلج او برادات لتبريد المي؟ لانه يعني تعرف الجو مرتفع والزائر يعني يكون عطشان، يا يعني اما عصير يا اما مي بارد، شلون قدرتوا توفرون ماده الثلج؟ الحمد لله والشكر. طبعا المواكب اغلب المواكب متفقه انه بيناتهم توفير الاغلب المواكب منها ثلج واعتماد ثلج من احد المواكب الموكب الاخر تنسيق. اكيد 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 تنسيق بين المواكب على توفير اغلب المواكب اليوم متوفره لها الثلج والمي البارد، والزائر الحمد لله وشكر ما يحتاج لا طعام ولا شراب، كل شيء متوفر. من الله اجركم ان شاء الله موفقين لهذه الخدمه. نعم اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه، ما زلنا واياكم وهذه التغطيه المباشره من المواكب الحسينيه في مدخل مدينه الكوت من الطريق الرابط بين ناحيه زرباطيه ومدينه الكوت، هذا المنفذ الحدودي منفذ زرباطيه الذي يعني الى حد هذه اللحظه المنفذ تمدو عبور اكثر من 1,400,000 زائر ايراني، ايضا يعني فيما يخص ال 24 ساعه الماضيه اكثر من 170,000 زائر، بالنسبه للمغادرين يوميا قرابة 50,000 إلى 60,000، يعني أكثر من ربع مليون إنسان يمرون عبر هذا الطريق الذي هو بجانبي على اليمين، وأيضا المواكب الحسينية على اليسار مستمرة بتقديم الخدمات للزائرين. أيضا يعني بعض العوائل من أبناء مدينة الكوت الذين ليس لديهم مواكب حسينية يقومون بطبخ الطعام في المنزل ويأتون هنا إلى المواكب الحسينية إلى هذه المنطقة، يعني يقومون بالتوزيع مباشرة من سياراتهم إلى سيارات الزائرين دون يعني توقف الباصات الكبيرة حتى يعني لا يحصل زخم ولا يحصل زحام مروري. فيما يخص يعني مديرية مرور واسط أيضا مستنفرة بكافة عناصرها من الضباط والمنتسبين لتسيير يعني وتسهيل عملية عبور هذه الأعداد الكبيرة من الباصات، ربما العشرات أو المئات بل الآلاف من الباصات الكبيرة أيضا مستمرة بعملية النقل، يعني يوميا يعبر المنفذ ما يقارب 200 ألف زائر، هذا العدد يحتاج إلى باصات كبيرة، وبالتالي الباصات أيضا مستنفرة وتقوم بنقل الزائرين أيضا على مدى 24 ساعة. أيضا يعني على صعيد الحوادث المرورية ربما خلال الأيام الماضية حصلت بعض الحوادث، لكن دائرة المرور قامت بوضع دورياتها على طول الطريق وأجبرت السائقين على تخفيض سرعة يعني سياراتهم حتى لا يحصل يعني حادث مروري لا سامح الله. فيما يخص يعني طريقة تأمين هذه المواكب، المواكب مؤمنة من قبل أفواج الطوارئ وأيضا شرطة حرس الحدود في المنطقة الحدودية، وأيضا هيئة الحشد الشعبي أيضا منتشرة بشكل كبير على طول طريق الزائرين تقوم بتأمين يعني المواكب الحسينية وهذا الطريق أيضا على مدى 24 ساعة، فضلا عن الدور الكبير في تنظيم حركة الباصات الكبيرة. فيما يخص يعني على صعيد المواكب الحسينية في شمال المحافظة منطقة العزيزية وأيضا منطقة قضاء الصويرة، يعني باتجاه
الله ناحية المسيب أيضا هنالك أكثر من 600 موكب حسيني في هذه المنطقة فقط، أما في عموم المحافظة هنالك أكثر من 2400 موكب حسيني أيضا إلى حد هذه اللحظة مستنفرة بكافة طاقاتها تقدم الطعام والشراب وأماكن الاستراحة للزائرين، وتبقى حتى ما بعد الزيارة ستبقى هذه المواكب تستقبل العائدين من كربلاء والمغادرين صوب جمهورية الإسلامية الإيرانية. أعزائي مشاهدي قناة الأيام الفضائية، أترككم الآن ومع شبكة مراسلينا وهذه التغطية المباشرة والمستمرة للجموع المليونية من الزائرين. نعم طبعا حبيت المشاهدين يعني أكيد السلام عليكم، كيفك زارنا؟ الله يحفظك الله يخليك. طبعا أرجع للموضوع حقيقة أنه اليوم أيضا تحية كبيرة جدا لأبطال هيئة الحج للشعب المقدس على توفير الحماية وتوفير الدعم اللوجستي لكل المواكب الحسينية، خاصة بالطريق هذا موجودين حقيقة كثير من السيارات. تحية أيضا كبيرة إلى كوادر وزارة الصحة المستمرة حقيقة على إهبة الاستعداد ب 24 ساعة توفر الخدمات، سيارات الأسعاف، يعني الله يحفظ جميع الزوار. صارت حالات حقيقة حالات صحية صعبة نقلت مباشرة إلى المستشفيات القريبة وخاصة محافظة النجف الأشرف اللي استقبلت عدد من خاصة من كبار السن، الزخم الكبير حقيقة أثر على صحتهم بشكل مباشر. شونك؟ تعال أخبارك؟ لا تستحي. أنت من وين؟ من النجف. من النجف وين بالنجف؟ بالميلاد. بالميلاد يعني هاي وين؟ بعيدة قريبة منا؟ بعيدة. بعيدة جاي هنا شلون؟ زاير لو تخدم؟ زاير. قبل ايش قد طلعت؟ تانا جينا. يعني جيتوا بالسيارات؟ نزلت. شو اسمك انت؟ حسين. ها؟ زين. تعال خلنا نرجع هنا شوي. حسين. حسين ايش قد عمرك؟ 13. شو عندك رايح للزيارة؟ كربلاء. ليش رايح؟ عمد لحسين. تحب لحسين؟ احبه. ايش قد تحبه؟ وايد. لا والله. ايش تطلب للامام الحسين؟ نجحني. تبي اصف؟ خامس. او ما مكمل؟ ممكن. كم درس؟ واحد. واحد تريد تنجح؟ نعم، ايش تطلب بعد من الامام الحسين؟ تحفظ يحفظ عائلتك. والي. انت منو جاي؟ احنا امي. وين والدتك؟ هناك جوا. ربي سلمنا عليك. عليكم السلام. انا ابو الناصر، انت من الناصر يا مو؟ تعال عرفتك. طبعا خلينا ندخل اليوم حتى نراويكم الاجواء المباشره، المشاعر الحسينيه من وسط اليوم الطريق حقيقه، ولو راح ناثر اليوم على حركه الزائرين ولكن خلي يتحملونا اليوم دريد ننقل. شلونك اخبارك؟ عربي نوم. اي فارسي. وين ايران؟ طهران. كرج. شمال نورث ساوث؟ مركز. ها؟ مركز. بل. طهران. بل. قريبه طهران. بل. انت خدمات شلون الزياره؟ عالی، واقعا بسیار عالی. نعم. عراقی ها همه وجودشون برای ما گذاشتن که به زائرای امام حسین کمک کنن و بسیار زائر امام حسین به خوبی برن تا حرم. الحمدلله و شکر. هایش اسمه؟ بله، اینو از حج برام آوردن، از عربستان هدیه است برام آوردن. های من الحج. بله. من الحج، مدینه منوره مکه. بله. مکه منوره. بله. بس اليوم هنا. بله. حلوه، جميل. خايش ربي يخليك. شكرا لك. شوكم شبابنا؟ شلونك؟ تعال اخبارك؟ الحمد لله. من وين؟ الحمد لله من الحلة. انا خالد من الحلة. وين من الحلة؟ ببابل. يعني بالمركز؟ كبل. بالشفل. ايه. خوش دين عندكم. ايه. شو ما وزعتوا على الزوار هسه؟ نوزع احنا. لا والله. نمر ان شاء الله على مواقفكم. اهل الكفل يجون على هذا الطريق لو يطلعون منك افضل لهم. يطلعون منا اكثر شيء، واكو هناك على طريق العلماء وعلى العلقومه، واكو يعني هواي طرق وين ما تطلع كربلاء، يعني خاصه الكفل صايره بين بابل وبين النجف وبين كربلاء وكاسه راح كربلاء. ممتاز. انت جاي هنا خادم لو زاير؟ ايه خادم. انا خادم. وين موكبكم؟ موكبنا امام الحسن. امام الحسن. شو تقدمون بالموكب؟ عصائر واكل وما تتعبون هالزوار هو للحسين. يعني تتمنون هذا اليوم؟ ايه. انا اخدم هناك على طريق العلماء لا تعرفه. اها ايه عندكم هناك ايضا؟ اي انا اخدم هناك واحد. يا مواليد 2006. ربي يحفظك ويوفقك ان شاء الله. والشيء تطلبه بحق هذه الزياره؟ كيف زياره النجف على طريق العلماء وين ما كان انا للحسين. ربي يخليك. الله يعافيك. ممنون منك حبيبي. شلونك حاج؟ الله يخليك. تعال من وين هسه؟ من الاهواز. ها؟ من الاهواز. من الاهواز. وين بالاهواز؟ اهواز كنت عبد الله.
اسمها؟ كوت عبد الله. يعني عندنا كوت، عندكم كوت ما شاء الله. اي خدمتكم عمي. كوتات هواية. جايين يعني لأهل البيت. اي عندنا كوت، عندكم كوت ما شاء الله. اي خدمتكم عمي. كوتات هواية. جايين يعني لأهل البيت. اي حبنا على أهل البيت. هاي أول مرة تجي؟ لا هاي ثالث مرة قاعدة. ثاني مرة. أهل الأهواز عندهم هوسات. وللإمام الحسين، للإمام العباس. ما حافظ لك شيء؟ لا والله لا. أبد. أبدا. شعر شيء؟ دائما. لا والله. أيه. ربي يحفظك الله يخليك. شونك؟ سيد محمد جواد. انت سيد الله يحفظك. شونك اخبارك صحتك؟ حافظ نشيد؟ نشيد نمين هنا نشيد امام الحسين برشق ابو عبد الله الحسين. كنا على حب الحسين. ايه احكي فارس احكي. حب الحسين يا جماعنا. حب الحسين يا جماعنا. الله يساعدك انت تعبك باللغه. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. يلا لبيك يا حسين. عفي عفي. شلونك؟ انت من الناصريه؟ لا مو من الناصريه. بعد وين؟ من الكفل. انت من الكفل. ام اهل التين يتخبل الكفل والله. ايش انت جاي زار لو خادم؟ لا خادم انا. خادم. شو اسمه موكبكم؟ موكب الشمامره. شو توزعون بيه؟ كل شيء نوزع يعني كذا. أيوة. وبيه ريوق شوربه. أيوة. جبي. وهاي ابتسامتك حلوه. أيوة. ربي يخلي ان شاء الله بجاه حسين تبقى هاي الابتسامه. ماجور وعظم الله لك الاجر. تعبنا العالم، العالم يفوتون بسياراتهم القدم. نقدر شباب خلي الشباب يفوتون، خلي السيارات ما ناثر على العالم، لان اغلب السيارات احبه المشاهدين السيارات الخاصه اللي تدخل بهذا الطريق مباشره هي لخدمه المواكب، مو اي سياره تدخل، لان هذا الطريق هو مخصص فقط للزوار ابا عبد الله الحسين وبكثافه كبيره. تفضل يمنه، تفضل تفضل تفضل. شلونك؟ السلام عليكم. سلام. ايران. ايراني. وين ايران؟ يتصاران. ايران. يزد. ايران يتصاران. نعم. شلونك صحتك؟ زين. خدمات زين؟ خدمات خوب. ملت عالية. ممنون. عراق عالي. دستتون در نکنه. خیلی. نعم. خیلی خوب. عالی. نعم. امام حسین عذرتون بده. نعم. برکات امام الحسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. شکرا 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 جزیلا. طبعا ربی يحفظهم. ربی يسلم كل زائرين الامام الحسین. الله يحفظك. ربی يسلمك ان شاء الله ويوفقكم حبيبي انت. طبعا احبة المشاهدين مثل ما قلنا انه هذا الطريق هو مخصص للزائرين، بعض السيارات تفوت به هي مخصصة لدعم لوجستي للمواكب اللي منتشرة اليوم بهذا الطريق. حقيقة اعداد كبيرة جدا الملاحظ والمتابع تغطيتنا على مدار هذه الايام. اليوم تقريبا اكثر يوم حسينا باعداد كبيرة جدا، حتى حركتنا تكون بعض الشيء مقيدة بسبب العدد الهائل للزائرين. حقيقة يصيبني الفضول وانتظر نهاية الزيارة الأربعينية حتى أعرف فقط العدد الرسمي، خاصة بعد ما وفرت العتبة الحسينية والعتبة العباسية لأول مرة تستخدم الذكاء الاصطناعي بموضوع تعداد عدد الزائرين، فراح نعرف العدد الحقيقي واللي ممكن يفاجئ الكثير، يفاجئ أعداء الزيارة، يفاجئ اللي يريدون يشوهون هذه الزيارة، يفاجئ كل القنوات الصفراء والبيجات الصفراء اللي قاعد تشتغل بتشويه هذه الزيارة ببث الدعايات، بمحاولة اليوم الضغط الكبير على كل أحباب الإمام الحسين وشيعة أمير المؤمنين وكل الوافدين. أقسم بالله مو فقط شيعة، فقط هناك من السنة من المسيح اللي واصلين لهذه المنطقة. طبعا شونك أخبارك؟ زينين الحمد لله. ملاحظين شيء؟ أكو شيء أحبة المشاهدين، الهجمة الإعلامية اللي وفرتها كل أعداء آل البيت كانت دائما تضخ أفكارها فقط على هذا الجيل، ولكن ما شاء الله أكثر اللي قاعد يلتقي بهم من هذا الجيل. شلونك؟ الحمد لله. أنت من النجف؟ إي من النجف. عرفت لو ما عرفت؟ أنا أعرف، من الوجوه أقرأ. صحتك شلونك؟ والله الحمد لله كل زين. أمورك؟ زينين. ربي يخليك، ليش جاي هنا؟ خدام خدام. ربي يحفظك، هاي الخدمة شرف، أنا أتمنى أنا مكانك. وين تخدم يا موكب؟ موكب موكب الخدام الحسين. خدام هو اسمه خدام الحسين، شو تقدمون بيه؟ نقدم له كباب، قاص. ما شاء الله، انت شو اسمك؟ اسمي سيف. سيف، تتعب؟ ايه. هواي؟ ايه، بس الحسين كله. بس ارجع ارتاح للبيت، لو تظل لازم تخدم. لا لا هو ارجع للبيت، ايه؟ 12 ارجع للبيت. ايه؟ بعد ما تجي؟ لا لا ارجع. ليش تجي ارجع اظل بالبيت؟ لا ليش؟ ليش؟ للحسين. تحب الحسين؟ ايه. تحب الحسين، مود عليه، شو وقت تروح الكربلة؟ ما اروح الكربلة، ما اروح مشايخ. ها؟
ولا مره. هنا تخدم. نعم. ان شاء الله ربي يحفظك ويوفقك وان شاء الله تنجح وربي يخليك. تعال خلينا نشوف، تعال شلونك. يا الله سلام عليك. مين؟ حياك الله من عمارك. عاد نشيل هاي. نشوف هذا خادم. هذا زارت تفتخر بي. الله يخليك. وين من العمارة؟ من المجر. من المجر. من شان تطلع ابن عمي خادم انا. الله يخليك. فهد لي لا حميداوي. يلا همه نفس المحافظة. نعم. كنا نرجع. الله يخليك. صحتك شلون؟ نعم الحمد لله. الله يخليك. خو ما تعب؟ لا ماكو تعب. ابو عبد الله ماكو. شلون جيت من العمارة؟ مشي والله. ما سعت سيارة ابد. كم يوم؟ اقول لك ابو عبد الله 3 ايام على المره كالبلاء. يعني اللي ما تعنا منا اللي جاي نمشي. والله صحيح. لا والله بالقران صحيح. صح الله يخليك. كم يوم صار؟ صار اليوم السابع. يوم السابع ما شاء الله زين يعني. الحمد لله شكرا. شلون الخدمات شكرا. فول القوات مواكب خدم نوم برد نعمه من الله ما عاش محروره. الله ابد ما عاش ابد. هاي جميع مواكب ندخل بها ماكو محروره. بعد قد توصل الى كربلاء المقدس ان شاء الله باشر. باكر ان شاء الله. تطلب مني ها شيء شخصي؟ شخصي نطلب اول شيء شفاء جميع العراق يا رب ها والصحه والسلامه ان شاء الله ها ويجمعنا يكون وحده فقط. طلبك الشخصي من الامام الحسين اللي انا تزوج شنو؟ لا ما اريد زواج. ايه؟ ما اريد. لا ما اريد. اي بعد تعيين لا ولا تعيين لا بس خلينا سالمين وهي يحفظ لك لهن اي فقط. ربي يحفظك الله يحفظك ان شاء الله ويوفقك يا رب. روح تاج راس والله وادي مشكور يا روح. الله يحفظك. تعال شو اسمك انت؟ محمد. محمد من وين؟ من كركوك. كركوك اي التقيت ويا اول واحد من كركوك. وين بكركوك؟ بيشير خليل بيشير. زين واو. انا اعرف حزيران دوميز القلعه. شلون بكركوك؟ اعرف مناطق لو لا؟ إيه. الله يخليك. تتركماني؟ اي تركماني. ربي يخليك انا احب التركماني. إيه. الله يخليك. آه لان اعرف موكب تركماني يوزع دولمه كلش طيبه دولمتكم. إيه. الله يخليك. محمد مو؟ اي محمد صار لك كم يوم؟ صار لي يومين. يومين اجيتوا بسيارات؟ اي سيارات. انت ومنو؟ انا وابوي وعائلتي. ربي يحفظ عائلتك ان شاء الله. شو تطلب من الامام الحسين؟ شفاء العاجل لكل مرضى. شنو؟ شفاء العاجل لكل مرضى. ربي يخليك. انت ايش تطلب من نفسك؟ التوفيق والنجاح. انت بياصف ثالث شاطر لولا؟ نص ونص. لازم تصير شاطر انت بدام تحب الامام الحسين وتقتدي بيهم هم اهل العلم. لازم تصير شاطر. تمام. ربي يحفظك ويوفقك ان شاء الله. ان شاء الله. ربي يخليك. الله يخليك. كركوك، بغداد، ذيقار، بصرة، ميسان، الموصل، همدان، أصفهان، طهران، مشهد، المنامة، الكويت، الرياض، مدينة المنورة، مكة، بيروت، الضاحية الجنوبية، دمشق. يعني ما شاء الله ما خاف أنسى مدينة ويزعلون علينا. الكل تقول لبيك يا حسين. هذا اليوم حقيقة الصغير والكبير يمشي بهذا الدرب. اريد واحد انا صار لي 5 ايام او 6 ايام قاعد نصورنا. اريد واحد يقول لي يا تعبان. اريد واحد يقول لي يا الدنيا حاره ارجع للبيت. ماكو. ما شاء الله هذا حب وهذا عشق الامام الحسين. عادي دفعوا عادي عمي احنا بخدمتكم كليتكم. يا رب الله يخليكم. طبعا احبت المشاهدين شلونكم انتم؟ تعال احنا ما سوينا وياكم لقاء. والتيشيرت الحلو يخبل. لبيك يا حسين. شلونك؟ شلونك شخبارك؟ من النجف. من النجف. وين بالنجف؟ من النجف قرية الغدير. قرية الغدير ما شاء الله. الله يحفظكم. تهنا أنا خادم لو زائر. خادم أنا. وين موكبكم؟ عشاق الحسين هذا يا بصفك هنا. عشاق. شو توزعون بيه؟ موزع قاص فلافل. فلافل. ومنام. تمنوك أي أكو. وحمامات. جاي. ما شاء الله. قد يجي باتون يومكم تقريبا؟ باتون هو يمكن 30 واحد. اي حسب كبر الموكب. اكو جوا قاعه وفوق قاعه. يعني كل قاعه. اسالك سؤال. اسالك سؤال. انا اعتبرني زار وانت خادم وجيتك الساعه 2 بالليل وماكو مكان مقبط مكانكم ولك بس مكان واحد بضميرك ها؟ وانا جيت تعبان ولازم بس لازم تقوم انت ما تنام انا انام مكانك. والله اقوم. عليك الله. والله العظيم. يعني تضحي بنومتك وراحتك على مود الزهر. والله العظيم اقوم اشوف لي موكب غيره لو انام حتى في الشارع عادي. ربي يحفظك ان شاء الله. تعال اعطيني بوسه. ربي يخليك ويوفقك ان شاء الله وتطلبه من الامام الحسين يتحقق. يا صف انت. انا رحت للرابع. ربي يوفقك ان شاء الله باحسن كليه مستقبلا اشوفك. شلونك؟ زينه. اخبارك؟ زينه. من النجف مو؟ اي. وين من النجف؟ بالفوق. المهم ما عنده له هاي مناطق. انت زائره لو تخدمين هنا؟ زائره. زائره. صار لك ايش قد؟ اليوم اول يوم. اليوم اول يوم. شلون شفت الزياره؟ حلوه.
رجع للبيت باعت كرتون. لا يا برجع للبيت بعدي والله تعب مو صحيح. لا ليش 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 تتعبي نفسك على مود الامام الحسين؟ ايش قد تحبي الامام الحسين؟ هواي. اخوتي زملائي مراسلي شبكه الايام الفضائيه من خلال تواجدهم على الطرقات المؤديه الى كربلاء المقدسه، ابتدئ من هناك من زرباطيه من الشلامشه كاظم ومحمد منتظر علاوي وكل الجميع الموجودين على هذه الشبكه هم شعله نشاط وشعله اخلاص متوقده لايصال الصوره الحسينيه العقائديه إلى أنحاء العالم عبر شبكة مراسلي الأيام الفضائية. هؤلاء الأبطال المجهولين أيضا لدينا أبطال هم من يوصلون هذه الصورة من مصورين من مخرجين من تقنية من إدارة، الجميع تضافرت الجهود خلية نحل حسينية لإيصال هذه الصورة وعبر هذه الشبكة. تواصلنا خلال هذه الأيام السابقة وانطيناكم صور متعددة من النجف الأشرف، عندنا مكانين خاصين، واحد في منتصف والثاني على بعد مسافة عنه في كربلاء المقدسة، في الحلة الفيحاء، في زرباطية، في الشلامشة. هناك أيضا حركة دؤوبة لهذه الشبكة لإيصال هذه الصورة. الشكر الجزيل لكل من ساهم، لكل من أعطى من وقته، لكل نسمة، لكل قطرة عرق في سبيل الحسين. لا يوجد لدينا عقيدة أكبر وأسمى من قائدنا المفدى الإمام الحسين عليه السلام ورمزنا وشموخنا الحجة بن حسن. اللهم عجل لوليك الظهور والفرج بحق هذه الليالي العظيمة. مشاهدينا الكرام، في ختام تغطيتنا شبكة مراسلين، الشكر الجزيل لزملائي ومن ثمه لكم أنتم المشاهدين وصدوركم عليكم. إلى لقاء قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.